السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. لايف جديد، موضوع جديد، ضيف جديد. من قبل كل شيء باش نحكي على اللايف اللي فات، حكينا على البراندينج، حكينا على البراندينج مانجمنت، البراندينج ليدرشيب. كان معنا محمد الهادي من الرياض، حكى برشا بالعربي بالإنجليزي، العباد كانوا معناتها مركزين معاه. والحقيقة أنا فرحان برشا بالريتور اللي صار المرة فات، دونك برشا ونوي بوكو دو كونتاكت سورتو بعد اللايف خرجوا فيه من غدوة أبارامون أن سيغتان نومبر. فرحان اللي السوجي معناتها الى سوسيتي الانتيري تاع برشا من الناس، وفقت اللي برشا يعرفوا براندينغ فينالمون، يعرفوا فينالمون سي با اون ديكوفيرت ليهم هما، مي كاينهم يستناو فيها معناتها باش شكون باش يحكي عليه دو سيت فاسون لا، وشكون باش يجبد السوجي هذا. دونك اون ديسكسيون ليبر كيما عملنا المره فاتت، ونقول لكم توا دونك اون ديسيدي محمد هادي قال لك اون فافير اون دوزيام سيسيون سوربريز، هذه معناتها اون دوزيام سيسيون باش نحكيو على البراندينغ، اون سويت نتاع الفيديو اللي المره اللي فاتت. واللي اول مره يتبعوا فينا مرحبا بهم، ينجموا يشوفوا الفيديو على الباج دونك في البارتي فيديو. اون فير اون دوزيام سيسيون دون لي بروشان جور، الدات نقول لكم على الباج تنجموا تتابعوني. اون فير اون سيسيون معناتها فيها اكثر منها ورك شوب، اون فير سي اون فا ايسيي دو فير كيلكو شوز دانتيريسون كوم سويت اللي شفناه. تنجم تقول هذاك التيوري وهذا البراكتيك، اون فا ايسيي دو فوار كيلكو شوز تري انتيريسون. نرجع لليوم دونك، عندي ضيف جديد باش نحكي على سوجي ممكن سمعتوا به، ممكن ما تسمعوا به اول مره، حاجه جديده. اليوم دونك الضيف نتاعي تونسي في العالم الواقعي واستوني في العالم الافتراضي. معايا وسام وسلاتي. مرحبا وسام. عسلامة عادل، عسلامة الجمهور اللي يسمعوا فينا. تحكينا اون دو بوان اليوم اللي باش نحكيو عليه، الموضوع اسمه الإقامة الإلكترونية، اللي هو في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى باش نحكي على الدولة الإستونية، النقطة الثانية باش نحكي على الدولة الإستونية واللي هي e-estonia.com، والنقطة الثالثة باش نحكي على علاقة المواطن التونسي والعلاقة الانتربرونور التونسي مع الدولة الإستونية والإقامة الرقمية. هذوما ثلاثة نقاط. وي عادل. دونك هكا هو جست باش نقول اللي عنده اي كيستيون بطبيعه مرحبا به، نجم يحط كومنتير يبعث لي على الميساج غير كيما البارح. وفوالا دونك ان شاء الله معناتها باش نتعلموا برشا حاجات جدد. اليوم فما سوربريز في الاخر بتاع اللايف، تابعونا للاخر. اي فوالا باش نخليك وسام تنجم تبارتاجي ليكرون تاعك ويون كومونس نوتر بريزونتاسيون. Ok, donc je vais juste prendre 3-4 minutes pour vous présenter un petit PowerPoint à la Daoula Listounia. Donc, on a juste le temps de. Je partage l'écran. Donc, je vais faire. Adel, c'est bon la présentation à travers. Donc c'est la présentation la présentation quelques petits slides باش تعديو على الدوله الاستونيه. دونك هذايا دونك جوست ان بتي هكا واحد ان بتي جرافيك يمثل كيفاش النقله منك تكون فيزيكمون موجود دونك تونسي، تتنقل هنا للاقامه الرقميه وتولي عندك لاكسي تو سكي بانيي تو سكي كوميرس تو سكي ديجيتال. دونك السلايد اللي بعد دونك هنا باش نحكي فيه على شنو هي الدوله الاستونيه. الدوله الاستونيه دونك براتيكمون ربع المساحه نتاع الدوله التونسيه، 45000 كيلومتر مربع. الدوله الاستونيه موجوده لاصقه في دو بي بالتيك اللي هما ليتوني وليتوانيا، ليتوني دونك ثلاثه بحذا بعضهم. والقوه في الدوله هذه انها من عام 2000 بالضبط الحكومه الاستونيه قالت انه انترنت برمي لي دروا فوندامونتو، معناها وقت اللي يبدا انسان عايش في استونيا كيما عنده الحق في الاكل والشرب والصحه، عنده الحق كيف في الانترنت. ما ينجمش مواطن استوني ما يعيش بلاش انترنت، ينجم يشكي بالحكومه كان يبدا في بقعه ما فيهاش كوفرتور في البحر ولا في الارض ولا في الجبل. هذه عملتها لو بارلمون استونيا دوبوي لاني 2000.
والثقافه نتاعها هي انها اون فان كونت خرجت من الاتحاد السوفيتي 1991 ومن وقتها خذيت تمشي ديجيتال كامل. دونك تمشي ديجيتال كامل انه كل شيء لازم تعمله في الديجيتال. دونك هذايا التمشي نتاع الدوله الاستونيه ملي خرج من ليكس الاتحاد السوفيتي يوراسيس 1991 استقلوا هما كل الدول كيما ليتوانيا كيف كيف كانت تابع الاتحاد السوفيتي ليتوني كيف كيف واستوني ثلاثه ذوما خرجوا برينسيبالمون استوني مشات في التمشي الرقمي هما حتى زوز ليتواني وليتوانيا زوز مشاو في التمشي الرقمي مي بارتيكولارمون استوني وتاو تشوفهم بعد علاش الحاجه المهمه في الاستوني اللي هي برشا ناس تتر ما تعرفهاش اللي هي اسباس ايكونوميك اوروبيان زون اورو دوبوي 2011 تاو ولات العمله نتاعها اليورو قبل كانت الكورونا الاستونيه تاو ولات اليورو تاو معناها دوبوي 2011 وتخضع للمعاهده شنغن على خاطرها اسباس شنغن اسباس ايكونوميك اوروبيان وزون اورو وهي برمي 19 دوله دو لا زون اورو سي امبورطون بالكدا حكايه لا زون اورو دونك هذه الدوله الاستونيه هنا جست هكا تصويره صغيره كيفاش قبل الاتحاد السوفيتي خرجوا منه قبل عام 1991 خرجوا منه ليتوانيا ولاتفيا وليستوني هنا منا روسيا ومنا اوكرانيا ثلاثه ذوما كيف كيف ثلاثه ذوما مهمين برشا في الفينتيك تو على خاطرهم منهم هما ولات يخرجوا لسوليسيون دو بايمون منهم هما ولاو يخرجوا توسكي سوليسيون دو بانكير توسكي كاشليس سورتو في ليتوانيا متسميه برشا على توسكي لي فينتيك دونك هنا دونك هنا جوست لو جرافيك نتاع استونيا استونيا في 24 فيفري 2018 عملت 100 سنه استقلال الحاجه اللي في استونيا اللي هي مهمه برشا اللي هي الناس الكل غاديك بالنسبه لهم سي انتويتيف الانترنت كيما تشوفوا هنا تصاور في الحمام في السونا في الفلاحه حتى ولاد صغير في يده تليفون دونك يقول لك حتى من وكتلي في استونيا يقول لك ان استونيان سي كالكان وعنده عشرات السنين ما حطش فلوس في ديه ما عادش يعرف لا بيس دو موني ولا ما عادش يعرف البيع على خاطر كل شيء في الانترنت وكما تشوفوا هنا انترنت اكسس اي سوشيال رايت معناها حاجه عاديه في استونيا ما ينجمش يقول لك يتخيل واحد عام 2020 مازال يوقف يشد صف باش يجبد مضمون ولا باسبور ولا ورقه ولا يخلص تاج ولا سونات بالنسبه لهم مذومة حاجه حسمت من 20 سنه التالي شنية طول نبدأ بشوي بشوي هنا ندرجوا هذيك الدولة الإستونية شنية هي لكارتة متاع الإقامة الإستونية الإقامة هي إقامة فيزيك جوست قبل ما ندخل في الإقامة الإستونية أي واحد يولي عنده باسبور إستونيا يفوت عمره 18 يمدوله معاه كارتة فيها لي زانفورماسيون نتاعو الكل الكارت هذيك فيها لي دوني نتاعو الكل ينجم يعمل بها فيرمون بونكير ينجم يبدل فيها الاقامه مثلا انا كالكبار نقلت عندي 6 شهور من بقعه لبقعه دونك في عوض نقعد نصب في المركز ونرجع ونجيب ورقه وتمبري وكذا يدخل جوست على الانترنت يبدل الادريس نتاعو كان عندك فيها دي زانفورماسيون يخصوا الدواء نتاعك يخصوا السكانير يخصوا لي ار ام حتى كان عندك قطوس ولا كلب كل شيء موجود فيها دونك هذه الفلسفه نتاع الدوله الاستونيه قالت انه هي ديجا سانسيرمون نجد شوية التاريخ خمت في نهار غدوة تقول لك غدوة انتر جيمي لو كان روسيا ترجع تفكني ولا كيما خاطر فما تونسيون كبيرة جيوبوليتيك ما بين روسيا واستونيا كيما روسيا وأوكرانيا تقول لك نهار غدوة تفسخ الدولة جيوغرافيك مو دونك نلقى كل شيء موجود في الكلاود ولا في الواحد دونك مشيت في حاجة قوية برشا كل شيء موجود في الكلاود ولا كل شيء موجود داتا دونك الكارت هذيك بالنسبة للمواطن استوني ستون بيس اوبليغاتوار كاريمو ماهيش اوبسيون البيوس هذيك فيها كل شيء وتجم بالطبيعة تاخذ الكارت من بعد تصبها في تليفون وتاب بلي بزوان دو لا كارت هنا باش تفهم وين الدولة الاستونية خلطت اون فان كونت تقول لك انه كل شيء يتعمل سير انترنت نعملوه سير انترنت دونك المواطن الاستوني في كلمتين ما يستحقش حتى ورقه كل شيء يعملوا في الانترنت وحتى الدواء وحتى باش تمشي للطبيب ولا باش تعمل تحاليل ولا باش تشوف الاسكانير ولا اي ار ام كل شيء موجود في الكارتة جوست تعطيه حتى الاي دي نتاع الكارتة وهو دونك يدخل كل شيء بالطبيعه نجمو نقعدوا برشا نحكيوا على كيفاش السيستم تاع استونيا كيفاش الكوارت معموله كيفاش وزاره الداخليه كيفاش وزاره الدفاع كيفاش شرطه حدود الجزائر نتاعهم هذا موضوع كبير جدا مي هنا جوست نعطيكم لي غران زاكس باش نحطكم في الاطار العام تاع الوركشوب هذا اللي مقترحه عادل جيو في 2014 قال لك في 2014 قالوا علاش ما اون فان كونت ما نعملوش هذا اللي عملناه هذا الكل دونك قالوا علاش ما نستغلوش ايكونوميكمون معناها ايكونوميكمون بارلون نستغلوه دونك خلقوا في 2014 خلقوا ما يعبر عنه الاقامه الرقميه ولا الاقامه الاستونيه اللي هي اون فان كونت قالوا اي واحد في العالم ينجم نعطيه نحن الدوله الاستونيه الاقامه هذه وبالاقامه هذه نجم يولي يحل شركه في استونيا هناك كنت تذكروا حكيت لكم على استونيا اسباس ايكونوميك اوروبيان زون اورو وكيف كيما 19 دوله نتاع الزون اورو معناها كيما تقول فرنسا ايطاليا اسبانيا بورتغال تقول استونيا ولا المانيا كيف كيف دونك خموا كيفاش هما البقعه نتاعهم في الزون اورو والبقعه في الزون في الاسباس ايكونوميك اوروبيان والموني نتاعهم اورو يستغلوها دونك عملوا ان بروغرام
اسمه لا ريزيدونس استونيان من 2014، والبروغرام هذا من بعد توش نتعمقوا فيه شويه. دونك هو اللي قالوا علاش ما احنا ما نسوقوش الفكره ذي في العالم كامل، اي واحد كيما وسام ولا كيما عادل، وهو من المفارقات توا من بعد 5 أو 6 سنين هو اللي عرفني بالبروغرام هذا. عادل مره نحكي وياه في قهوه، الحكايه عندها 6 سنين، قال لي في بالك انه فما اقامه رقميه في استونيا ديجا ابري سيزون توا، هو دونك مستضيفني وباش نبارطاجيو الاكسبيريونس غراس لوي اللي حكى لي الحكايه ذي، وقال لي فما اقامه رقميه. وقت الحكايه سانسيرمون ما معناها استغربت معناها، بقولت بون اتيستي شنو معناها اقامه رقميه، اكتشفت انه حاجات معناها تفوق الخيال. علاش؟ على خاطر اللي تو نعيشوا فيه نحن تو في زمن الكورونا واللي في العالم، معناها سانسيرمون تشوف كيفاش اش معناها الانسان ينهض بالعالم هو قوه التكنولوجيا. يقول لك اش معناها حتى اي انسان يعرف المعلومه هو انسان يحكم في العالم. استونيا تقول لك لي كونتاكت فيزيك، قد ما نجم نقص من الكونتاكت فيزيك نطلع رابحه دو بوان دو فيو. شارج خدامه في بيروات في ريجستر دو كوميرس في انوربي في وزاره الصناعه والاقتصاد التجاره، ذاك الكل نقص منه، واللي نجم الكل نحطه على الانترنت نحطه على الانترنت. دونك الفلسفه هذيك كانت، والكارت هذه اللي عملتها ولا البروغرام اللي اسمه ايريزدنس اللي تو هو عمره سيزون، قالت علاش ما نعموش على العالم كامل. دونك خلقت الاقامه رقميه. الاقامه رقميه شنو هي؟ فهمت كنت تعطيك الدوله الاستونيه تدرس الدوسي نتاعك، من بعد نحكيو شويه كيفاش تدرس الدوسي وكيفاش تشوف المعلومات نتاعك الامنيه وتشوف انت اسكو البيتروا نتاعك نظيف ولا على خاطر فيها حاجات دي بريروكي. واذا كان وصلت عطاتك الاقامه الرقميه تولي عندك الحق باش تحل شركه في الدوله الاستونيه، وكي تقول تولي عندك الحق في الشركه في الدوله الاستونيه تولي عندك الحق باش تعمل كيف كيما اي مواطن فرنساوي ولا اسباني دي زافير ايكونوميك في الاوروب الكل في العالم كامل. على خاطر هو فان كونت شنو هي ثقافه الكارتا الاستونيه، هي تصلح برشا الناس سواء يكونوا في دول كيما الافريق، سواء يكونوا في ناس كيما في بقايا كيما امريكا الجنوبيه، ولا حتى يكونوا في دول كيما فرنسا كاريمور فرنساوي ما تعب برشا من البيروقراسي نتاع الدوله الفرنسيه ويحب يستعمل الكارت هذيك باش يسهل حياته. دونك الدوله الاستونيه تقول لك اي انسان في العالم يحب يخمم امود ديجيتال مرحبا به، وانا نطلع رابح وهو يطلع رابح. دونك البروغرام هذاك دونك عملته الدوله الاستونيه، وهي لا كارت دو ريزيدونس هذه كارت تعطيها لك من امباساد من لي زومباساد في العالم. فما تو حاليا 32 امباساد استونيين في العالم. دونك تمشي تعمل دوموند سور انترنت، اذا كان هي وافقت لك تعطيك الكارت هذيك، تمشي تصحح تعمل سيناتور في الامباساد كما تشوفوا هنا، وبالكارت هذيك تولي عندك الحق اون فان كونت باش تحل شركه، وبالشركه هذيك تحل باي بال، وبالباي بال تحل كونت بانكير، وتنجم تعمل اي كوميرس وتعمل اي بزنس وتعمل افير، وتولي ايكونوميكمون بارلون. جو دي بيان ايكونوميكمون بارلون، خاطر من بعد تو نطرحوا في مواضيع اخرين نتاع توسكي لا ريزيدونس فيزيك وحكايات اخرى. تولي عندك الحق كيما اي مواطن استوني حل شركه في استونيا، كيما اي فرنساوي حل شركه في فرنسا، وتولي الشركه هذيك دونك اون فان كونت عندها معرف اوروبي، والمعرف الاوروبي مستعرف به في العالم، وبالمعرف الاوروبي هذاك تنجم تعمل برشا حاجات. هنا جوست كلكو تصاور في الهيت اوفيسر نتاع 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 اي ريزيدنسي، وهنا كيما تشوفوا حتى في التصاور هذايا سيتان فرونسي كان يخدم قبل مع هولندا في الليزي، هذايا ستان امريكان. هي استونيا تشبه شويه للسيليكون فالي نتاع امريكا، على خاطر كي تمشي برشا قليل وتلقى فيها استونيا يخدم، معناها كلهم تلقاهم يما فرنسيس امريكان ايطاليان. دونك سي سا هذا الهيد كوارتر نتاع الريزيدنسي. كيف هذايا اللي لهي بالشوروم وانكور سيتان ايطاليان، ديجا وقت اللي مشيت براتيكمون في 5 أو 6 ما لقيت يمكن كان واحد برك استوني. دونك استونيا مشيت في الكوتي انه ديفيرسيتي، نقولوا نحن ملتي معناها ايكونوميك ودو باز، دونك ماشي وتكبر على العالم، وعلى ذاك الناس تعيط لها لمك ديجيتال، ولا تعيط لها بامتياز نمبر 1 في العالم. وهي هي ديجا لحد الان الى يوم هذا ما فما حتى دوله يقع فيها الفوت بكارت الكترونيك من الدار. كي تمشي لامريكا ولا المانيا ولا فرنسا ولا حتى بلجيكا لازمك تتنقل. في استونيا يقوم الصباح يختار رئيس الحكومه نتاعو ولا يختار البريزيدون نتاعو من الدوميسيل نتاعو. دونك هنا الفلسفه نتاع استونيا. هنا كلك سلايد كيف حكيو عليها في لبنان، حكيو عليها في العربيه، في فرنسا، في الكل. دونك في 3 سنين الاخرى سابوزي بلغتنا نحن برشا ريزونس ايكونوميك، على خاطر الناس الكل ولاو كيما تشوفوا تمشي الاقتصاد الرقمي والتوسكي ديجيتال في العالم، معناها ولات العباد ما عادش تحكي عليه سيتان شوا ولا كاريمون سيتي اوبليغاسيون. دونك هنا اون فان كونت سا سي لا توسكي هكا بريفينغ نتاع 8 دقائق على الريزيدونس استونيان وعلى الفلسفه نتاع استونيان، ومن بعد جوست نكملوا نحكيوا نحن على لي ديتاي فيما يخصونا نحن. وي عادل. وي يعطيك الصحه. دونك وي يعطيك الصحه وسام. دونك
ويعطيك الصحة وسام. دونك اون رابيدمون بريزونتي لي شوز، اون رابيدمون بريزونتي لي شوز. ذكرت ما كي انت اقترحت عليا ولا في القهوه ذكرها القهوه عادل ولا ساعه القهوه اللي والله رجعتني خمس سنين عادل تسمع فيا والله رجعتني خمس سنين اسمع فيك معناتها الوقت اكزاكتومون خمس سنين ونص خمس سنين ونص سي غراس ا توا سانسيرمون دونك حكيت لي عليها وانت تعرفها حتى قبلي انا معناها وقت وي اي انا كنت حاله ديريكتومون بارتاجيتها الحقيقه انا وهذاك ايش نحب فريمون البارتاج ديجيتال سي تان مون دو بارتاج فريمون ديجيتال سي تان مون دو بارتاج كوك كيل فون بروفيتي اوكا دونك سي سا بيل فون بروفيتي دونك عادل عادل اسمعي عادل عادل الصوت نتاعك ساعات يبعد انت كاتبين لك لعبات كومونتير الصوت نتاعك قاعد يبعد ساعات الصوت نتاعك قاعد يبعد ريت قد ما عملنا دي تيست وشيء معناتها هي حصلنا مش مشكله محاله دونك جيسبر هي حصلنا مش مشكله محاله دونك جيسبر دونك احنا بتتر تو انا نبداو شويه دونك اللي عنده اي كيستيون اللي عنده اي تسائل نبدا ينجم يطرح سؤال انا جست ما تحب نقول حاجه الاولى حكينا معناتها انا اول حاجه نشوفها اول حاجه كيفاش بلاك فوت يكون الى بروفيتي دو ديجيتال بور كريي دون ريشيس على خاطر هي عندها اون ليميت كبيره او نيفو معناتها جيو بوليتيك ما عندهاش برشا دي ريسورس وكيفاش معناتها فريمون ديجيتال الى بلو انفورسي سون ايكونومي معناتها انا جام باسيف ليكونومي تاعها دونك نجم تحكي على الموضوع هذا اي هو ان فان كونت كيما كنت تحكي دونك القوه هو سانسيرمون عادل كيفاش دوله كيما هكا ما عندهاش ريسورس ناتوريل الريسورس ناتوريل نتاعها براتيكمون فما حاجه نسيت ما قلتهاش مقبله انه 9 أشهر في العام موان 20 وموان 15 دوغري دونك ديما بارده كيف كيف برسك ثلث نتاعها دونك شنو ثلث هي ميم با الكل في الكل ما تجيش قد غران تونس سكانها الكل 1,300,000 الكل ليستوني الكل 1,300,000 هابيتون ولا ريزيدون دونك كيفاش هي اون فان كونت خذات الفلسه نتاع هالبوزيسيونمون نتاعها اللي ما عندهاش ريسورس لا ناتوريل لا ريسورس هيومان وبعتهم للعالم وسوقتهم وخلت العالم الكل يحكي عليهم وحتى جاك ما لو فونداتور دو علي بابا ولو فونداتور دو تاوباو حكى عليهم عميل تالي في 2018 وقال معناها فما الانترنت وحكى على الاقامه الرقميه كيفاش قال كيف سي نوتر فاسون دو شانجي لو موند والعالم الكل قاعد ينقل عليها تو واش معناها ينقل عليها مثلا كيما كوريا الجنوبيه تخدم على حاجه تشبه ليتوانيا تخدم على حاجه تشبه نحن كيما قلت انت تونس نورمالمون هنا معناها بالعكس انا سانسيرمون غدوة كنا توانسة موجودين معناها البرتاج نخمو كيفاش نوصلوا نبيعوا البقعة متاعنا في الأفريق نحن اللي موجودين في الأفريق واللي هي تونس بالنسبة لبرشة دول في الأفريق الأخرين تتسمى سابقة دونك كيفاش تسوق أنت يوم فانت كونت بقعتك جيوبوليتيكمون بارلون وتسوقها باش في الأخر جيب منها فلوس معناها تو بعد ندخلوا في ديتاي شوية ونحكيوا قداش فما 70,000 ريزيدون في العالم كيفاش لستونيا دخلت منهم على كل 1,000,000 فيستيد تعمل فواسون المليار تحطوا دخل منه 100 مليار دونك سانسيرمون سا سي لو مومون اون بلوس استونيا معناها سي من لا شيء على خلق الحكايه وعارف كيف تسوقها وعارف قوه ماركتينغ بطبيعه فاهم الانفراستركتور حاضره وهذه قوه التكنولوجي انها ما بدتهاش من العدم هي قعدت من عام 91 حتى العام 2014 معناها قعدت براتيكمون 25 سنه وهي تخدم 25 هي تخدم باش في الاخر تنقلت للاستاد اللي بعد معناها مش كانت قاعده البارح قالت اليوم ها شوني نسوق في الاقامه الالكترونيه لا فما خدمه قاعده تصير دونك الخدمه هذيك هو سانسيرمون كنا توانسه نسمعوا فينا حلم للناس الكل انه نجموا نسوقوا غدوه نقلوا منه الموديل هذاك وسيرتو نحن عندنا ريسورس سانسيرمون مش خاطر توانسه خير منها برشا دو بوان دو فيو كاليتي هيومان دو بوان دو فيو كاليتي كيف معناها مايند سيت وكذا مي بون هما سي كلكا اللي فاقوا في وقت معين وكانت عندهم فيزيون كذا هنا جوست بور فير ان بو هكا دو كومباريزون بوزيتيف شنو نجموا نقلوا منهم نحن كتوانسه بقطع النظر على الكارت هذه اللي تو نحكيوا عليها شويه نحكيوا عليها اون ديتاي ونجم نفسر فيها هي فاش تصلح وفاش تصلحت لي وشنو تسهل لك في اللحظه هذه معناها سي انستونتاني دونك سي سا اكزاكتومون على خاطر هو تو نشوفوا في حاجه اسمها دونك اللي نجموا نسميوها جروث هاكينغ ا غران ديشيل معناتها اللي هما فريمون ليستوني غراس او ديجيتال عملوا اون ريشيس با كونفونسيونيل معناتها ايزون
utilisé une manière très très intelligente le positionnement en l'Union européenne. Ils ont profité de leur donc environnement européen pour vendre cette résidence électronique sans pour autant s'engager fi hajet qui va falloir une ouverture des frontières ou elle donc responsabilité au niveau le commerce qui t'adda منها. وهذا هو معناتها جو سوي فريمون علاش بارطاجيت وقت على ما جاتني خاطر جيت فريمون معناتها كي نقولوها اعجبت بالفكره فقلت علاش لا احنا زاد كيف اون ايسي دو معناتها دو سانسبيري واليوم فما دونك جوست هذه سي اون رمارك فما شكون اليوم كلمني سي ان امي محمد قال لي راهو سي اون تيل بروبوزيسيون ا ايتي بروبوزي على تونس اون 2013 ابارامون في سوجي معين سي با لو ميم موديل. Mais comme je l'ai dit, donc vraiment la flexibilité de leur donc de leur système donc de loi et leur système hatta de leur vision stratégique, خليت هم يلون profit beaucoup de ça. Ben تحب نحكي شويه توا على les opportunités ولا كيفاش معناتها qu'est-ce qu'on va parler maintenant? تحب نحكي directement à l'opportunité qu'on peut avoir شنو يخصنا احنا en tant que Tunisien, ça nous importe pour maintenant. Ben باش نقسم جو في سيباري كيما قلت انت جو في بور اتر ان بو ميثودولوجيك باش نقسم دو بارتي باش نقسم لا بارتي الاولى اللي باش نحكي دو بوينت دو فيو كيما قلت انت على شنو تهم السيد اللي يسمع فينا توا وفاش تصلح وفاش ما تصلحش خاطر كي تعرف باش تقرر في الاخر انت تمشي تعملها الكارتا ولا لازمك تعرف وين تهز وين ما تهزش دونك سا سي بور كو تو ديسيد كيما قلت انت معناها الحكايه حكينا فيها صافي كلكو زاني وكان عندي ان بو لا شانس انه مشيت وخدمت عليه بروغرام برشا ومشيت حتى للاستوني وفهم وشفت حتى الحاجات اللي ما يتقالوش واللوتر كوتي دو لا شوز معناها تو علاش قلت لا دوزيام بارتي نخليوها في العمق ان ديبث كيما يقولوا العباد ما خلينا في البارتي ديريكت اللي ها اي انسان ما عندوش حتى فكره يقول شنو تصلح الحكايه هذه وشنو هي ما تصلحش اللي قال لك فما دي كيستيون على الموضوع هذا اون فا ريبوند شويه دونك هذاك هو سانسيرمون عاد نحكينا انا وياك في الكواليس قلت لك راهو لا فورماسيون هذيا ولا ليزيدونس استونيان عندي براتيكمون فوق الاربع سنين نخدم عليها و80% من لي كيستيون سواء اللي يقولوهم ولا ما يقولوهمش عندي فكره عليهم فما تو ديجا قاعد راه في دي كيستيون على الفيسكاليتي على البيمون على الكوميرس اللي هما 80% من الحاجات اللي يتعاودوا على خاطر هما شغل الشاغل مش كان تاع التونسي شغل الشاغل تاع الجزائري تاع المغربي عايش في الكوت ديفوار عايش في السنغال اي انسان ما كانش عنده زهر اونتر كيمي ما كانش عنده زهر في الباسبور خد باسبور فما واحد عجبني قال الباسبورات كل تو تشبل بعضها انه ما عندوش باسبور الاحمر ولا الازرق باش يكون ايكونوميكمون اقل معناها باش يمشي يحل كونت بانكير نورو ولا باي بال يقول له استنى شويه انت تونسي ولا مغربي جزائري شد صف هذايا هي اللي تصلح الكارت هذايا تصلح بامتياز اي انسان مالوريزمون ولا اوريزمون كيما قلت لك سي تان جوجمون اي انسان ما عندوش باسبور احمر ولا ازرق اخضر كيفي انا وياك تصلح له الكارت هذيا باش تولي تخليه انه ينجم يحل شركه في الاونيو اوروبيان في دوله من الدول الاونيو اوروبيان وبامتياز في دوله من الدول زونورو والشركه ذيك ينجم اونتر كيمي يتحدى بها اش معناها يتحدى بها ناخذ تجربتي انا كنرجع انا لتو 20 سنه التالي وقت اللي حليت شركه في الارتيزانا كي تكتب انت في تونس ولا حملنف ولا تكتب في صفاقس ولا في سوسه اول حاجه باش تلقى الاسم الدوله اللي حل فيها الشركه ما عندهاش نوتوريتي مش كيما تحل في المانيا كيما تحل في دبي كيما تحل في فرنسا احباب او كران العالم يقسم مش كيما تقول انت مواطن امريكي كيما فرنساوي كيما افريقي هذا ديجا كلاسمون مش انا اللي عملته مي مالوريزمون ستان كلاسمون على برشا دي كريتير مي استونيا فقت بالحكايه هذه علاش كيما قلت انت كان عندها الذكاء قالك اخويا الناس هذوما المحرومين من لي كونت باي بال اللي محرومين كونت يورو كونت دولار نعمل لهم حكايه طيب نبيعوا لهم نحن التصويره هذيا ما ماهيش تصويره هما خاطر انا سبتيك برشا وقت اللي حكيت وسمعتك انت حكيت الحكايه قلت زعما اسكو تصاور كيما تصاور الكل يتسوقوا ولا بالحق سي كلك شوز نو اون براتيك هو جوست باش نزيد على كلامك يسام على كلامك رقميه وي دونك هو حتى باي بال ممكن اسكو تحكي على باي بال مي بالحق اهم بيسر من باي بال هو امازون اليوم امازون بلاس دو مارشي انترناسيونال اللي tous les petits commerces, les petites moyennes entreprises, ils font profiter leur propre business ou leur propre pays. Malheureusement, tu t'inscris en tant que vendeur ou fournisseur tunisien, même si tu as la capacité d'exporter ou un compte en devise, tu es exportateur, ou une réputation, ou des marchés, ou le meilleur profil d'un vendeur pour Amazon. Il suffit que tu aies un statut tunisien et un compte bancaire tunisien que tu es rejeté par Amazon. Et ça, c'est énorme. Enfin, un grand manque à gagner. C'est désolant que nous sommes en train de faire.
دونك هذا هو لو فري معناتها اوبستاكلي نحن بيان سور باي بال كل نوبليون باس كله سي تام بريسك ان سول كلوب نوعا ما سي جو بو لو نومي كي اللي هما يتبعوا بعضهم يعرفوا معناتها سو دي ريغل والبار دوفيان دو بلوز او بلو اوت دونك احنا قاعدين نخسروا فريمون ان غون مون كي غاني دونك هذاك علاش انا حبيت نجبد الموضوع هذا بوغ فريمون كومبروندر هذا دونك كي كنت قلت استونيا لقات اون سوليسيون بوغ بروفيتي دو سو بروبليم لا دونك نجم كامل قول لي لا هو بالعكس هو انترجي انسامبل دونك ديجا هذه قوه لو بارتاج كيما تحكي انت سي نبا لي دون ان سونس انت ترجع لي وانا نزيد نعاود نبالو الفكره اللي قلت وانت اكزاكتمون صارت شي باي بال انا يمكن عديتها هو الناس الكل تقول لك حتى في امريكا اي انسان باش يعمل لي كوميرس ناخذ لي كوميرس اللي هو بامتياز اختصاصك انت واختصاصي انا ونعرفوا اللي انا وياك خدمنا بامال دو فوا 2014 2015 على برشا بروجي في لي كوميرس على بلاس دو مارشي والناس توانسه تحب تسوق تحب تبيع تحب تسوق تحب تبيع وانا وياك خدمنا برشا على الموضوع هذا وحكينا فيه وصحيت هكذا معناها حافظين واصل معناها حتى انا كي يجيك واحد يحكي لك تولي بارتي لباتي تعرف شنو باش يسلك تلمون اون شفنا مع الاي تي سي مع البروغرام البنك مونديال معناها كل واحد وشنو خلينا تعلمنا حاجات الموضوع يطرح كما قلت انت تحكي اول حاجه باش تبيع في الاي كوميرس ما عندكش باي بال وما عندكش سترايب ولا ما عندكش اي اللي يبيعوا في الاي كوميرس ما تنجم تعمل حتى شيء في الايمان يقول لك لازم تقبل باي بال وتقبل الفيزا وماستر كارد في سترايب هو ستاندرد دو بايمون دونك استونيا هي كبتات الحكايه ذي من 2014 قالت خويا في العالم فما ملايين نتاع بيت انسى شويه نحي لاوروب ونحي لامريكا والباقي الكل ما عندهمش الحكايه هذه علاش ما نسوق لهمش الفكره دونك اي انسان يحب ياخذ يعمل هو باي بال ويحب ياخذ سترايب ديجا سترايب زدتو عاملين وتنحكيو فيهم بعد ولا تو بعد تنحكيو على السربريز اللي بعد باش نعطيوها ينجم اون فان كونت هو يدخل العالم هذا انت عندك مشكله كيف تونسي حتى نلقاو لك الحلول خلقت بروجرام اسمه القامة رقمي هنا تجي توا باش تجي شويه هنا لازم شويه تركيز اش معناها التركيز خاطر كي مره في لي كيسيون برشا ناس تقول لك لي ديمارش تقول لك امبور اكسبور تقول لك لي بيمون ساعه لي قامه رقميه هي بطاقه تعريف هي قبل قالت لك ما نحكي في الباي بال ونحكي من كذا لازم انا قال راجل تي مونتر بات بلونش لازم انا نحل عليك الكتاب نشوفك انت شكونك نشوف عندك شي سوابق في تبييض الاموال في الارهاب ولا في تبييض الاموال ومن بعد نعطيك الكارت اللي هي اون فان كونت سيت كارت لا دونك هي سيت كارت لا هذه دونك سي سيت كارت ديزون سيستميل باش نمدها لك انا فيها وسام وسلاتي مكتوب من بعد تو نبارطاجيو معاكم لو دوكيمون باش نمدها لك قبل كل شيء لازم انا نحل عليك الكتاب ديجا انا اكثر من كونفيونس خاطر انا اون فان كونت باش ناخذ ريسك كدوله الاستونيه باش نزيد ندخل وسام ولا عاد باش نعطيه بالايدونتيفيون هذاك وبالايدونتيفيون هذاك شنو باش يواجه يعمل لي باش يولي يجم يحل الشركه في التراب نتاعي من غير ما يتنقل خاطر برشا ناس حتى نشوف في كاستيون تقول لك فيرتويل لا الشركه ماهيش فيرتويل الشركه اللي باش تحلها بالكارت هذيك هي شركه دو دروا استونيا دروا اوروبيا معناها تنجم كان تعمل مشكله يطبق عليك القانون الاستوني الاوروبي معناها غدوه كان عندك اشكاليه مع فرنساوي يرجعوا بالنظر للمحكمه الاوروبيه وهي معناها لا جيستيون تاع الشركه هي فيرتويل مي الشركه هي دو دروا استونيا ويطبق عليها القوانين الاستوني معناها كيما انت تحل شركه في استونيا كيما انا هذا الكل باش نمدهولك صعب شويه صعب قبل كل شيء لازم نثبت فيك نشوف الكازيه نتاعك تعمل لي ليتر كامله تقول لي فيها علاش تعمل كارتا ومن بعد نحل عليك الكتاب ونشوف باسبورك ونشوف اسكو عندك سوابق في الشنغان ولا ايش معناها في الشنغان هي الكارتا اون فان كونت ما تخرجكش الشنغان ما يطبق عليها الفرد بروسيدور كيما باش تاخذ فيزا شنغان هذايا مازلنا نحكيوا على الكارت مازلنا ما نحكيوش على الشركه وما نحكيوش على باي بال ولي كوميرس معناها الكارتا باش تاخذها هذيك في حد ذاتها بروسيدور كامل بعد ما نعطيك الكارتا ساي وليت عندك بطاقه تعريف اي استونيه نجمو بعد نحكيو في الشركه الكونت بونكير الباي بال بزنس اللي باش نحكيو عليه ما لازم لعبيد برشا ناس بحكم نقول لعبيد خاطر تلمول الاسئله هذوما ما يتعاودوا وراه مشكل حتى توانس انا الكور وتعرف ان الكور ايديمي بسلا نبيع فيه حتى فرنسيس حتى امريكان ساعات يسالوا فرد سؤال يقول لك الكارتا ولا يقول لك انا فرنساوي مثلا مانيش فرنساوي ما فرنساوي اسكو باش نحل شركه كيفاش حتى الفرنساوي تقول له لازم يعمل كارتا كي من هك امريكان يعمل كارتا كي من هك هي ديجا وضحت عملت ان بروسيس كامل قبل ما نحكيو على الشركات تقول لك انا لازمني ندرس الدوسي نتاعك انا نذكر وقت اللي مشيت في 2018 شو اسمه اللي كان شاد هذاك اللي مصور معاه اللي كان شاد لا ريزيدونس استونيان خرج تو ريسامون مشى لبلجيكا قال لي ينجم واحد امريكاني رفضوه ويجم واحد من مالي ما نقبلوه بون كي قالها في مالي فيها شويه حقره بلغتنا احنا خاطر بالنسبه لهم مالي معناها درجه 150 وامريكا درجه واحد ما هو شو يقصد اللي اون فان كونت وقت اللي يبدا واحد مسخ في تبييض الاموال ولا في الارهاب مع امريكا ما نعطيهوش الكارته وكي يبدا واحد نظيف في مالي ولا تونس خلي باش ما يسمعوش في تونسي دونك نعطيوه هذه ديجا بروسيدور في حد ذاتها بروسيدور كامل
من بعد تو لازم نبارطاجي معكم دوكيمون باش توعد اللي يعطيكم كاريمون قلنا باش نعطيكم الكور نتاع بيستر في ديمي توعد اللي بارطاجي معكم تشوفوا فيه البروسيدور. مي اللي هنا حبيت نوضحوا انه الناس تفهم انه الكارت هي بطاقه تعريف، معناها انت باش تاخذ بطاقه تعريف تنجم تاخذها بطاقه تعريف عمرك كامل ما تحلش الشركه، مي عندك بطاقه تعريف نتاع اقامه رقميه تخول لك ايكونوميكمون كل ما هو ينجم يعمله المواطن الاستوني في بلاده، ما جوست ايكونوميكمون بارلون. معناها لا راه سؤال يقول لك اون فان كونت معناها ما تنجمش تخرجني، وي ما تنجمش تخرجك، الكارت هذيا ما عندهاش علاقه بالريزيدونس فيزيك، هي جوست اقامه رقميه. وفما برشا ناس كتبوا عليها ارتيكلوات امريكان يقول لك معناها يقصدوا ريزيدونس ايكونوميك، وي هي نتاع عمل. معناها بعباره اخرى لو كان انت موكش بناوي انك تحل شركه ما باش تصلح لك حد شيء، امواكو انت في الفاك مثلا لاهي بالسيكوريتي انفورماتيك ولا مغروم بالتكنولوجيا، عندهم كاريمون كاز كي تعمل الكارت يقول لك هذه الكارت حط راني جوست فان اوف تكنولوجي ولا حط كذا. ما هي 90% تصلح الانسان ناوي باش يحل شركه في استونيا وناوي باش يدخل في الايكو سيستم استونيا، وتو شفت اسئله على الفيسكاليتي وعلى التاكس تو بعد نحكي شويه، معناها انسان في قرار نفسه باش يدخل في الايكو سيستم هذا. ماهيش كارتا كيما البايونير ولا كارتا كيما نتلر تشارجيها بالفلوس ولا شفت كيفاش تشارج الكارتا تو بالاسئله، لا كارتا ما تشارجيهاش هذه، هذه بطاقه تعريف كيما بطاقه تعريف في تونس تاخذها من المنطقه نتاعك تاع تونس ولا نتاع ريانا ولا صفاقس. دونك اون فان كونت هي بطاقه تعريف رقميه بامتياز اذا كان وافقت لك الدوله الاستونيه وعطتها لك. وتو هنا نحكي شنو الحاجات اللي لازمك تعملهم باش هي تكون عندك شانس كبيره تاخذها. تولي وقتها نجمو نتعداو البروسيس اللي بعد وتولي تجم وليت إليجيبل باش تحل شركه في استونيا. وكي تولي إليجيبل باش تحل شركه في استونيا الشركه ذي تعمل بها اللي سميتو انت الكل مقبله اللي هو ريجيست دو كوميرس وهو باي بال وهو كونت بوكير، وكيف كيما اي استوني حل شركه غادي ولا امريكاني حل شركه غادي. هنا جوست حبيت نوضح قبل ما ندخل في نقولوا نحن في الديتاي تكنيك الكارت اش تعمل واش ما تعملش، معناها اللي حاجته بكارته باش يحل شركه وي بامتياز هي الكارت الحكايه هذه. اللي انسان حاجته باش يمشي لاستونيا وشنغن ماهيش هذه، فما موضوع اخر كان فينا وقتها نحكيوا عليه ديجا مازالت عملته ريسامون الدوله الاستونيه حضرت موضوع اخر جمله مختلف على الكارت اللي نحكي عليها انا تو. وهذا هو معناها حبيت نحوصل قبل ما ندخل في دي كيستيون شفتهم تاع بايمون تاع باي بال تاع الكوميرس. بيه برشا هاتك الصحه وسام. دونك ديجا بداو يسالوا هما دونك على لي بروسيدور، اما هو قبل كل شيء نتذكر انا في حبيت هذا بوان امبورطون وسام، قبل ما تطلب لا كارت يلزمك تو ديكري تي امبيسيون تي موتيفاسيون، معناتها هذه حاجه مهمه يظل انت عملتها زاد. اسكو دو بريباري نوتر بروبر اون ديبوس لو دوسي دو لا كارت نبداو نخمر شنو باش نعملو اون طونك بروجي اون طونك ستارت اب اون طونك سيكتور اكتيفيتي. باهي هو اون فان كونت ال 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 شو اسمه الكارت كيما كنت نحكي مقبله عادل اللي نجم يعملها حتى ايتيديون مازال يقرا برميلاني فاكولتي. الدوله الاستونيه ما 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 معناها عندهم كاريمو ديكاست تقول لك انا راني مغروم بالتكنولوجيا ولا راني انا مازلت نقرا، هذا معناها دو بوان دو فيو اليجيبيليتي اي انسان فوق 18 سنه تنجم تعطيها له الدوله الاستونيه بعد ما تعمل تيدو دوسي. حتى نحكي على تيدو دوسي معناها حبيت نوضح هنا الكارتا هي ينجم خاطر ينجم يكون يسمع فينا ايتيديون تو كيما هي قلنا هي بامتياز تصلح برشا العباد اللي باش يحلوا شركات. الكارتا هي ينجم يعملها انسان باك بلس ان ولا حتى ما عندوش الباك كاريمو. السؤال ينجم انسان ما عندوش الباك علاش نعمل في ليميت ما عندوش الباك ويخذها جوست يطلب منك ان يكون عندك بلس 18 طو. هنا صحيت هنا الكارتا كيفاش تعمل فما هي الدوله الاستونيه خلقت eestonia.com الدوله ذي واللي من بعد تبارطاجي انت معاهم الكتاب نتاعي والكور نتاعي عادل فيه الديتايات الكل. من هنا خلخص هو يعطيك حاجتين يثبت في حاجتين ليتر دو موتيفاسيون معناها تحسب روحك كانك اون فان كونت قاعد تعدي في اونتروتيان تاع ريكروتمون. انا اسمي عادل هذيلي انا اسمي وسام وسلاتي راني قريت في حاجه مفلانيه عندي شركه في تونس ولا ما عنديش كيف كيف. تكتب بين ليتر دو موتيفاسيون فيها براتيكومون صفحه فورما كات ولا اشتر صفحه تقول فيها انت لو كان نقبلوك في الكارت شنو باش تعمل بها. معناها بعباره اخرى تحكي على نواياك تجم انت تقول في الليتر دو موتيفاسيون راني انا ناوي باش نحل شركه في الدروب شيبينغ ولا ناوي باش نحل شركه في الكوميرس ناسيونال وتجم ما تعملهاش من بعد الشركه. مي هو باش الفا تو جوجي على الليتر دو موتيفاسيون شنو باش تحكي هو علاش خاطر باش يعمل انا ريكوبمون هو باش يعمل انا ريكوبمون دافورماسيون باش يشوف عادل هذي باش يقول لك اعطيني الفيسبوك نتاعك اعطيني اللينكدين وكان عندك شركات في تونس حط لي الديتاي نتاعهم باش يعمل ريكوبمون ديجيتال شنو انت حكيت وشنو فما في الانترنت عليك. هذا الريكوبمون اللي باش يعملوه الاول باش يحاولوا فان كونت يلقى صدق النواياك خاطر ساعات تلقى ايتيديون يكتب جو سوي ايتيديون ما يكلموش ساعات تلقى واحد
رجل اعمال يطلبوه يسالوا 1000 كيستيون، معناها ديما سي دو كا باركا. ديما حبيت نحط في الاطار انه حط روحك راك باش تعمل. اش قلت لي سامحني؟ هذا تاعكم والايش ريبوتاسيون ديجيتال تاعك، اذا كان خاطر سي فري كل واحد يكتب الاسم يشوف شنو عنده يحكي عليه، دونك في اللينكدين في الفيسبوك. دونك هذا سي امبورطون بور دير كو شاكان دو نو دو سواني سا ريبوتاسيون ديجيتال سور لي ريزو سوسيو سور تو لي ريزو. دونك سي ان بوين تري امبورطون قلت، سي كلكو شوز كي مونتر كو لا كونفيونس باس بار سا فينالمون. هو اكزاكتومون، انا ما تعرفني عملت معناها دي سونتين دو فوا الكور نتاعي على ديمي، وحتى الكتاب دي معناها دار برشا، فما اسئله طرحت برشا، فما اسئله من اللي تتسال ساعات اللي انت جبتهم يقول لي واحد ما عنديش لينكدين ولا ما عنديش فيسبوك. هو بالعكس نقول له انت حط اللينكدين نتاعك، تسهل العمليه الاوبيراتور اللي من غادي استونيا خير من اللي يقعد يلوج عليك. معناها انت كان ماذا بيك تعمل له تعطيها بلوك تعطيها ليا يمشي هو يقراه. هو واش معناها يقراه؟ مش ما عندك ما تخبي، هو ديما عنده مشكله في حاجتين، عنده في تبييض الاموال مشكلتها ما تحبش تولي استونيا مرتع نتاع باساج كيما مالطا ولا كيما كيف كيما لاتفيا. حتى لاتفيا عندها صارت الحكايه بيخاف من تبييض الاموال ويخاف من الارهاب. معناها اون فان كونت حر في حريتك الشخصيه، مي اون فان كونت تعطيه حاجه كي تركب برشا. وسورتو الحكايه ذي يثبتوا فيها برشا كي تبدا اوروبيان، خاطر كي تبدا اوروبي فما حكايه ما تعرف في تونس كي تبدا عندك اوروبيان تبدا فرنساوي ولا ايطالياني، غدوه كي باش تدخل فلوس دونك لازمك تديكلاريهم في فرنسا. هي في كل بقعه الحكايه هذه، مي في الاوروب ولا في امريكا متشدين برشا، معناها ما تنجمش تدخل ريفينيو في دوله وانت ريزيدون في الدوله ذيك من غير ما تقول عليه. دونك كي تبدا فما دي ريزيدونس معينين امريكان ولا اوروبيان يزيدوا يثبتوا اكثر. معناها هذايا معناها هما ديما يخافوا من توسكي ايفازيون فيسكال، فما ديجا برشا اسئله جبدت على الفيسكاليتي طبعا بعد نحكي عليهم. بالعكس استونيا كانت تحب تعمل توسكي، ما تحب تبييض اموال ولا تحب تعمل توسكي ايفازيون فيسكال، لا هي مالطا لا هي سيشيل لا حتى شيء، سايب عليك من تو. معناها سي با بالعكس الفيسكاليتي نتاعها سي 20%، اي معناها سي با ان تو بريفيرونسييل، معناها سي لوان ديتر ان بارادي فيسكال وسي لوان ديتر ان افونتاج فيسكال. هنا ديجا خاطر برشا ناس تسال على الفيسكاليتي، هي قوتها على الانفراستركتور نتاع الايكونومي نوميريك اللي حطتها لي انا واللي كنتي باش نجمو قاعدين كيما تو من لا تونيزي ونجمو كونكتي ونحلو شركات ونخدمو باي بال. لافونتاج فيسكال ديجا نحاول نربح الوقت باش نجاوب على كلك كيستيون، سي با سي لوان ديتر لو بوين فور نتاع ليستوني. النقطة الثانية اللي قلتها انت اكزاكتومون، النقطة الأولى هي الريبيتاسيون، النقطة الثانية اللي هي نجاوب عليها ديريكتومون طول هو ما عندك ما باش تعمل فيها. فما واحد ريتو فما زوز يحكيوا على المعطيات الشخصية وتو نجاوبهم لهنا في الـ في الـ في الريمارك. باش تعطي نمرو باسبور نتاعك، باش تعطي نمرو الباسبور نتاعك، عندك نمرو باسبور ما عندك ما باش تعمل فيه، توصل باش تحط الباسبور نتاعك وكهو هنا. شنو هو فما يقول لك معطيات الشخصية؟ انت كي تمشي تغدوة تصب في فيزا لفرنسا ولا ايطاليا، اسكو انت تعرف ايش قاعدين يعملوا هما في ايطاليا ولا في فرنسا؟ ما تعرفش. تهز باسبورك تقدم باسبورك الناس المليح وتروح. هما اون فان كونت باش يعملوا كيف كيف، معناها اللي قاعد انت باش يعملوه لك الفرنسيس ولا تلين ولا الالمان هما باش يعملوا كيف كيف، باش يحلوا عليك الكتاب من شريتهم هم. معناها موضوع المعطيات الشخصيه اقراه كيما تحب تقراه، اللي نحب نقوله لك انا معناها هما باش يطبقوا عليك فرد بروسيدور يطبقوها على اي تونسي ماشي لاستونيا ولا ماشي لفرنسا ولا المانيا. كيقول لاستونيا فرنسا المانيا خاطر كلهم شنغن. أي. حتى المعطيات الشخصيه اللي يطلبوا فيها معناتها اقل بياسر من فيزا، معناتها ما تتقارنش يعني فينالمون. شوف الفيزا لانه راه الدوسي معناتها يدخل في تي ريفوني بيرسونيل في لي مومبر دو تا فامي معناتها ولي دي انفورماسيون تري سنسيبل. الدوسي راهو معناتها باش نعرفوا جوست راهو معناتها الي بازيك، معناتها ماهوش حاجه تري سبيسيفيك من حياتك الشخصيه فينالمون. حتى كي نحكيو على ريزو سوسيو كل سي ان بو بوبليك اللي باش تحطوا على ريزو سوسيو انت مسؤول عليه فينالمون، سي بوبليك معناتها سي با فريمون دي دوني بيرسونيل. وحتى الدوسي معناتها ممكن تقول تنجم تقول رابيدمون دو كوا يساجي ابار كوبي من الباسبور وغيره، سي با فريمون تري بيرسونيل. دونك ما فماش برشا قلق من هذايا. دونك واجد محمد واجدي دونك هو سال السؤال هذايا، جو بونس كو سي با ما فماش قلق منه كبير برشا، سي افاسي فريمون. والله عادل مش قدامك، معناها ساعات كي تبدا انت تلمو انا ما تعرفني خدمت عليه برشا البروغرام ونعرف ديتاي نتاع ديتاي، جي جامي بوزي سيت كيستيون اللي انت سالت عليها. هو بالعكس هو يطلبك نجاوب طول، يطلبك في نمرو باسبور كوبي سكاني من الباسبور وتصويره، نقولوا نحن تصويره نتاع بطاقة تعريف اكهو. معناها كيما تحكي انا كان قاد نروحي في فيزا تي اليس فرنسا دوسي فيها 7-8 اوراق، فيه سي ان اس اس نتاعي، فيه العائله، فيه وقتاش تولدوا، فيه امي وبابا وقتاش معناها كيما قلت انت، معناها كي تقارن معناها نمرو باسبور وتصويره سكانيه من عند الفوتوغراف اكهو.
سي اوسي سامبل كو سا، معناها ما حتى معطيات شخصيه اخرى. دونك كيما قلت تحكي انت لانفورماسيون الاخرى اللي باش تحطها انت لينكدين ولا فيسبوك، امورك انت شنو عندك انت في الانترنت، شنو حاط سيت بلوغ فيسبوك لينكدين تويتر، امورك انت. دونك سي سا. دونك الموضوع هذا هو شو اسمه اللي فيه ديتايل كله. ديجا كلمه بارونتيز هذيا، خاطر هو تو احمد قال لك اسكو سا سابليك لي نورم تاع الاي جي بي تي. وي معناتها هي راهو استونيا سي تام بي كونفورم راهو لليون اوروبيان ولي سبريم تاع ولي لوا تاع لليون اوروبيان. والاي جي بي تي سي راهو خرج من اليون اوروبيان. الامريكان من الاول ما كانوش معناتها متفقين عليه، بالعكس هما الامريكان تبعوا بعدش كي صارت الحكايه معناتها المشاكل تاع فيسبوك وجوجل بداوا يلادوت. دونك وي ما فيش مشكله في المعطيات الشخصيه. دونك لا هو عاد المثال هو التفاعل. نحن معناها ديجا نحن سي تان ورك شوب معناها للناس كله توانس الكل معناها مصلي على النبي نبارتاجيو معاهم. هو معطيات الشخصيه ويجي ورك شوب وحده هذيا قفا ومش قفا وجوجل وامازون فيسبوك وشكون يعرفوا ما يعرفوش، وانت تعرف يجي كاريمو حكايه اخرى وحدها جمله. معناها نجموا نحلوا بارونتيز كبيره وشنو يعرفوا علينا والسيل كلاود وما يعرفوش وفهمت معناها لا بالحق الاجماع اللي يقولوا معناها يقولوا نحن نسلوا وي عندهم الحق باش يسلوا. ما هو انا نشكرهم انا خاطر حتى بيا راهو احنا مازلنا احنا معناتها واعيين اللي سي كيلكو شوز بريزيرفي راهو عنده الحق. دونك محمد وجدي واحمد سالوا سؤال يعطيكم الصحه. حتى في حياتنا الشخصيه مش الموضوع هذاك هو يفو فيغ اتونسيون ا توت نو دوني سورتو ديجيتال اللي هما رابيدمون نجم يكونوا ديفولي. دونك سي امبورطون هذا هو دونك سي امبورطون. دونك يعطيكم الصحه سولتو سؤال وهذا هو الديجيتال راهو باش يعطينا دو نوفيل ابيتود دو نوفو ريفلكس اللي احنا باش نحاولوا بشويه بشويه اون سادابت ليهم. خاطر هي زاده في الديجيتال ما تنساش عندنا اون في ديجيتال معناتها بوبليك سورتو بروفيسيونيل ما تنجمش تربطها بالفي دو دوني بالفي معناتها بريفي نتاعك انت. دونك اون دو افوار كيلكو شوز على الديجيتال كي بارل دو نوتر في كل سون بور اوتون توشي ا نوتر دونك في بريفي. و جو بونس كي نتعاملوا مع دي بارتي كي ريسبكت جلوبالمون ليسبري نتاع معناتها لي ريكل دو جيستيون دو لا في بريفي اوني بلو سور معناتها بلو اليز معناتها سي سا. هو نحب نقول حاجه خاطر معناها هو ديجا شفت هو على 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 قدر السؤال تجم انت معناها انا وياك نجموا ان بو انتريجير مع لي كيستيون اللي جيو. وكما قلت انت معناها فما حاله وعي سنسلمون كي نبداو كونتونو دي كيستيون من هذوما اون فان كونت. احنا عندنا شومبر نحن معناها في ثانيه شومبر انتريسيون دو اللي هو انا عندي ظهر كنت مومبر كنت خلقناها عام ونص نتاعي تلم سبعه من الناس في العالم كامل نتخاطبوا مع الجوفرنمون استونيا كي تصير مشاكل. تعرف لو فما حاجه مثلا اللي في استونيا موجوده ماهيش موجوده في امريكا وهنا برشا ناس كي تسمعها تقرع ونقولها نحن فينا بها. في استونيا مثلا وقت اللي نعطيك اسم الشركه تمشي تحل ريجستر دو كوميرس استونيا ولا تحل حتى الجوجل نتاع جوجل استونيا تلقى الشركه هذيك شكون الاونر نتاعها وشكون لي فونداتور وشكون الجيرو. الالوركو في امريكا فما ولايات في امريكا تنجم تحل فيهم شركات وتطلب كاريمون ما يقولوش شكون مولا الشركه وما يقولوش شكون يتسمى لو بينيفيس الاونر. اللي هي في استونيا لا، في استونيا يقول لك اذا كان وصلت حل شركه دي بوان دو في صار اللي هو تسمى اوشتينغ عندهم. اي انسان يحل شركه في استونيا ينجم اي انسان يدخل للجوجل ولا يدخل لرجيستر كوميرس يلقى المعطيات الشخصيه علي انا. معناها غدوه انت تحل شركه في استونيا لو كان تحب انت ما تعرفكش العباد عندك شركه في استونيا. نحكي الموضوع هذا يجم يكون امريكي فرنساوي في استونيا سي باسكم سا فما الاوبن جوف. اي انسان يقول لك يكتب اسم الشركه نحن في استونيا يعرف عليك كل شيء. دونك اللي هي في ولايات في امريكا سي با الكا. نعم ترانسبارونس توتال اكثر مثل فما ناس كاريمو قلقتهم معناها يجيونا ساعات يقول لك هذا يتقلق الحكايه ما نحبش انا يقول لك حال شركه ونحب يعرفني معناها جو با ما في شيء اون طونك نحب نحط شركه في امريكا فما في يوكي فما ما تحطش معناها ما نعرفش شكون ورا الشركه. لا في الاستوني كاريمو يسكروها لك كاريمو لو كان يثقوا انه فما بيني معناها اونتر كيمي سي با لو بينيفيسير الحقيقي تتسكر كاريمو الشركه وكانوا صار مين فيها. نعم معناها جبدنا الكيستيون تاع ار جي بي دي والمعطيات الشخصيه وكذا موضوع عميق جدا والبنك وكل ما هو تبييض الاموال معناها ديما يتحط على الطاوله وديما يرجع في استونيا في الكواليس هذايا جوست بارونتيز خاطر تحلت ومهمه برشا بالحق معناها.
على قلت لك معناها نمشيو هكا وهكا نمشيو ما بين الكيستيون ونحاولوا نرجعوا في الحاجات التكنيك. بيه دونك كيستيون اخرى على لي بروسيدور. دونك البروسيدور نتاع الكارت يظل حكيت عليهم نجم تحكي عليهم وحكيوا شويه سالوا على لي بروسيدور نتاع لا كارت اي بوي لي بروسيدور نتاع يو ستارت اب تحب نحكي عليهم توا؟ لا خلينا نكمل على الكارت ساعه خاطر هما راني قلت لك برشا برشا هو الطرفه في العادل ساعات في وقت اللي واحد يشري لا فورماسيون من الانترنت بقت نظر انه واحد يشري كتاب ولا فورماسيون تفيده هي مي ساعات فما ناس تقع تقعلهم ان ديسيبسيون اتا نقول لك علاش تقعلهم ديسيبسيون وديجا نحن هنا اوبن في شنو ديسيبسيون انه الكارت هذيك برشا ناس تتسائل كيفاش يبعثوا لي بالبوست. الكارت ساعة بور كومونسي ما تبعثش بالبوست. اش معناها ما تبعثش بالبوست؟ الكارت هذه هي سيتون بيس ديدونتيتي يقع رفعها ولا الكوليكت بالفرنسي ولا كوليكت بالانجلي من لي زومباساد استونيان دون لو موند. معناها من بعد ما انت تعمل لا دوموند دو لا كارت على الانترنت تحط فيها ليتر دو موتيفاسيون وتحط فيها نمبر الباسبور وتحط فيها الفيز نتاعك. الفيز نتاعك اللي هما 100 اورو سومها كانت اول ما عملت هنا 50 اربع سنين التالي تولت 100 اورو لي فري دو تيود دو لا كارت. كي يقبلوك يقعدوا اموين قبل الكورونا يقعدوا ما بين 3 و 4 سمان تاو بعد الكورونا تاو نجي بعد الكورونا موضوع اخر في الكوليكت نتاع الواحد ما نحكي في الطريقه العاديه اموين 4 سمان ويجاوبوك يقولوا لك راهو وافقنا لك على النمر هذا ولا عندك نمر كيما بطاقه تعريف استونيه يجيك في ميل وتبعث لك صوره حدود الاجانب بورد اوفيس نتاعهم تقول لك راهو قبلناك ولا عندك نمر ولا كارت هذيا ديجيتال. الكارت هذيا يعطيك 37 ولا 38 خاطر زادوا بوان دو كوليكت جديد صفارة لازمك تمشي انت تتنقل على عين المكان تمشي تاخذها الكارت هذيك من السفاره اللي انت اخترتها اون امون. مش معناها مثلا انا قاعد نعمر غدوه عندي سفاره استونيا في تركيا سفاره استونيا في فرنسا سفاره استونيا في المانيا سفاره استونيا في ايطاليا سفاره استونيا في مدريد سفاره استونيا في امريكا نختار انا وين نمشي. باش نلخص هنا ديما برشا سؤال تطرح على قلت لك ديسيبسيون حتى العباد اللي في تصير لهم ديسيبسيون حتى في الكاميرون ولا في الافريك يقول لي مسيو راه ونحنا في الكاميرون معنا السفاره هي الافريك الكل ما فيها كان في مصر لافريك الكل ما فيها كان في مصر دونك لا سول امباساد استونيان في لافريك الكل هي اون ايجيبت. دونك انا واحد من الناس خذيتها من فرنسا فما الناس اللي عندهم مشاكل في فيزا شنغن يمشي ياخذوها من تركيا مشاكل ولا ما عندهمش. دونك نحن دو بوين دو في كولتورالمون توانسه اقرب لنا دو بوين دو في قرب قرب ديستانس فيزيك ايطاليا فرنسا دو بوين دو في قرب ادمنستراتيف اللي ما عندوش فيزا هي تركيا دو بوين دو في ثقافه نتاع الافريك هي مصر هذا هو معناها هنا قربت شويه للتوانسه اللي كذا. دونك هي الحاجه بارمي لي شوز اللي هما يقلقوا في البروغرام هذا والدوله الاستونيه في بالها بها هي حكايه لي بوين دو كوليكت. هو فما نكته حكيناها قبل النوايا قال لك فما واحد رجل اعمال لبس عليه يا اخي عرضه واحد قبشي باش يبعث له اوفر دو اوفر نتاع اوفر دو بري قال له عندكش ميل قال له ما عنديش ميل يا اخي قال له كيفاش رجل اعمال ملياردير وما عندوش ميل قال له تعرف اللي انا عام 1994 مشيت باش نخدم يا اخي قالوا لي عندك ميل قلت لهم ما عنديش قالوا لي ما نجموش نخدموك من وقتها حطيت في قلبي ومشيت عملت وليت رجل اعمال ولتو ما عنديش ميل معناها قالوا كان جا عندي ميل راني مانيش رجل اعمال. استونيا كيف استونيا ما عنديهاش عمرها ما كانت عندها زومباساد معناها ميم با الكل في كل كيما قلت لكم 37 ولا 38 زومباساد معناها هي ما وصلت خلقت الحكايه هذيا نتاع الكارت ريزيدونس استونيان كان على خاطر ماهيش معروفه ما يعرفوهاش ما عندهاش حضور جيوغرافي. دونك الاشكاليه في الحكايه هذه في لاكارت استونيه واللي الناس الكل اللي سون كونسيون كي نقص الناس الكل معناها الحكومه الاستونيه وما نجمش يديليغيها للعباد الاخرين. علاش هنا نجي لموضوع اخر الكارت خاطر وقت اللي تمشي تعمل لبيومتري يشوف لك تصويره وجهك لي زومبران ديجيتال. علاش قلت كيفها كيما فرد بروسيدور نتاع فيزا تي ال اس فيها لبيومتري وكل بيومتري تفوت خمس سنين تعاود تعمل مره جديده لبيومتري. دونك تشبه برشا للبروسيدور نتاع فرنسا ولا المانيا نتاع فيزا شنغن مي ما تعطيش الفيزا شنغن. دونك هنا نعاود نلخص باش تاخذ الكارتة ليتر دو موتيفاسيون تحط نمبر باسبور ومن بعد تختار السفاره اللي انت باش تمشي لو كان يقبلوك تجيب منها الكارت وتقعد على ذمتك الكارتة 6 شهور معناها كان انت قبلوك في جوان 2020 لازمك من جوان حتى لجانفي 2021 تمشي تجيب الكارتة نتاعك سينو تعاود ترجع للدوله الاستونيه. هنا لخصت شويه لي غران تاكس وي على ربارك على ترك راهي في انقره وقت اللي
شو هما وقت اللي تعمل الفورمولير وتعمر يعطيك بالضبط لومباساد فين ويعطيك فين كذا. بالنسبه لتركيا كما قلت انت في انقر يعطيك الديتايل كل نتاع لومباساد ويعطيك وقت يحل وقت يسكروا ويعطيك الاوقات نتاعهم وكل شيء. ما جوست هنا انا سهلت على التوانسه قلت يما عندنا لوروب اللي عندهم فيزا ينقز لايطاليا ولفرنسا، واللي ما عندوش فيزا شنغن للاوروب يمشي يستعمل مصر ولا يستعمل تركيا. هذا هو علاش قلت اصعب حاجه هو لا كوليكت نتاعها، خاطر من بعد كل شيء تولي تجي تعملو ديستانس. دونك هنا دونك الـ 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 الموضوع نتاع الكارته، وهنا نرجع الموضوع نتاع كوفيد 19 ولا هو الكورونا اللي هو ان فان كونت بالطبيعه تو ما عادش فما ديزومباسات، دونك كلهم لي بوان دو كوليكت ما عادش فما. تو صراحه تصير الاشكال صاير للعباد اللي تقبلوا صاير مش ليكم انتوما، ولا امواك يكون فيكم عباد عملت صاير لا بروسيدور وقبلوها. ما فماش توا لا بوسيبيليتي دو كوليكتي على خاطر اون فان كونت توا فما لا كورونا، دونك لي زومباسا ديستونيان دون لو مول كلهم مسكرين، دونك الفو اتوندر لا فان دو كوفيد 19 باش تمشي تاخذ الكارت نتاعك. دونك توا في الكوفيد 19 تنجم تقدم الدوموند نتاعك، مي الكوليكت هو كيما قلت انا نحكي مقبله، هو اون فان كونت انت كنت تقدم اليوم لو 18 افريل مينيموم شي جاوبوك هما 18 جوان، معناها كان باش تقدم توا من هنا حتى ل 18 جوان تستنى 4 سمان، بعد 18 جوان بالكش فتره الكوفيد تتعدى ويرجعوا يحلوا لي زومباساد استونيين. وهذا الموضوع مش كان في استونيا، ما في كوفيد براتيكمون لي زومباساد كل في العالم مسكرين وما عادش يقبلوا عباد من برا. دونك كنت نحكي عادل على لا بارتي كوفيد اللي هو مسكرين لي زومباساد تو، مي انت كي تقدم ديجا تقعد تستنى 4 سمان باش تاخذ اون ريبونس فافورابل ولا دي فافورابل. فافورابل سانسيرمون فافورابل ديما بالتجربه المتواضعه نتاعي، دونك فما ديزاستيوس معينين انك لولا تكون ايجالات وامام تحكي حكايتك بالحق، ما عندك علاش تزيد، معناها ما تجيش تحكي تقول باش نعمل افير في استونيا الور كنت ماكش ناوي باش تعمل استونيا ماكش عارف عليها شيء. بار كونتر كان انت باش تخدم في البي بالتيك تقول عليهم، دونك هنا سي كوتي لا دو 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 لا شوز، دونك انك تحكي حكايتك بالحق وكا هو، معناها هذايا في الموتيفاسيون. في الباسبور ما عندك ما تعمل فيه، علاش في الباسبور اكدت برشا؟ خاطر فما مره طلبني واحد قال لي راهو طلبوني في البيتروا ريسامو، الحكايه عندها شهرين بصراحه. بيتروا عمري ما ريت حتى واحد من اللي نعرفهم، هو باش تاخذ فكره التوانسه تو فما 350 تونسي في العالم، هما في العالم الكل فما 60,000 مقيم، فوق 60 67,000 مقيم رقمي، في تونس عندنا 350 مقيم رقمي، 350 نعرف ديريكتومون نعرف فوق 200 فيهم. واحد كلمني قال لي راهو اون فان كونت طلبوني في البيتروا. انا قلت له راني بصراحه لا يزال الرجل يتعلم، وحتى اذا قال علمته فقد جهل، عمري ما شفت حتى واحد طلبوه في البيتروا. اللي نعرفه كما قلت حكيت لك باسبور وتصويره ولا تبدو موتيفاسيون اكهو الى ومن هذا، هذا هو الموجود يا اخي. هو قال لي وقت حكى معايا قال لي راني انا جو سوي اس دي 7 اس دي 7 فهمت من بعد كي سالت انهم العباد اللي صارت لهم مشكليه في الارهاب في 2014 2015 الوزاره الداخليه صنفتهم اس دي 7 عندهم شبهة ارهاب، نجم يكونوا ماهمش ارهابيين. دونك ابارامون هنا التدعيم اللي قلته مقبله، فهمت انه الدوله الاستونيه ترجع بالنظر تحل في شات نتاعها المخبيه اللي انا وبيدك ما نعرفهمش، وهذاك لقاتو اس دي 7 قاتلو برا جي بي 3 باش تثبت انه ما عندوش هو شبهه نتاع ارهاب. دونك هذايا فما دي دوكيمون صارت ان كا كما قلت لكم على فوق 200. مي هنا ديما نرجع للفلسفه، هي بيدها استونيا تابعه لسباس ايكونوميك وتابعه لسباس شنغن، دونك باش تعطيك الكارت هذيك اللي صار ما في حكايه الارهاب وتبييض الاموال. اس دي 7 يقول تعرفها ويعرفوها برشا يقول لي انا بيدي فقت بها من بعد مده حكيت اس دي 7 تري بيان. توا خلينا نحكي شويه ويسام، خاطر انا زاد كتوانسه احنا نحبوا زاد هذيا راهي انا افونتاج زاد اللي نحنا في الايكونومي نتاعنا وفي لي زونتربرونور نتاعنا. دونك خلينا نحكي شويه على الاكسبيريونس. توا انت قلت تعرف اكثر من 200 تونسي عملوا الكارت هذيا، اعطينا جلوبالمون معناتها اسكو كيسكيل فون، معناتها اسكو سون ان تران دو فريمون تيري بينيفيس منها، est-ce qu'ils ont lancé leur start-up, est-ce que leur start-up قاعدين يقدموا، ils sont en train de créer de la valeur ليهم حتى اللي نحن كبلاد كتونس معناتها. هذو سون دي كيستيون تاع نحبوا نعرفوهم، خاطر جو بونس لو بارتاج ديكسبيريونس تاو والريزولتا نتاع تاو عندها 3 ولا 4 سنين بيتيتر معناتها تونس قاعدين ils sont en train de la demander، مهم لينا باش نفهموا كومون معناتها سا ايفولو. باهي الاكسبيريونس خلينا نقسموها على دو بارتي عادل، نقسموها اش معناها دو بارتي؟ دو بوان دو فيو هي نرجعوا ديما نحط الفلسفه نتاعي تو فما شكون عاود يسال سؤال قال كيل سون لي زافونتاج دو لا كارت ديستونيان ما خلطش مقبله، مي فرصه باش نعاود نطرح من 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 صيغه اخرى. هو ان فان كونت هي الكارته تقول لك بالكارته تعمل الشركه
وبالشركة يولي عندك الحق في باي بال بزنس ويولي عندك الحق في الكونت بانكير. هذا هو دو بوينت دو فيو كان نحطوهم بالتيري. تولي عندك شركة أوروبيان والشركة أوروبيان يولي عندها كونت بانكير ويولي عندها باي بال بزنس واللي زوتي الكل اللي نستعملوهم سيرتو نحن جماعة الديجيتال واللي كوميرس في البيعان سور انترنت. هذا زيد اون توت ليغاليتي. اه اي اتاو ديجا ديجا نكمل النقطه هذيا وتو نجي للحكايه ليغاليتي باش نفسر ما بين العلاقه بين فرا معناها اون فان كونت نجم نحل بارونتيز. هي الدوله الاستونيه اون فان كونت تقول لك في عوض انت تمشي تحل شركه في فرنسا ولا تحل شركه في المانيا ولا تحل شركه في ايطاليا اون فان كونت هاني انا عطيتك بروسيدور ليغال باش انت تحل شركه في الدوله نتاعي ونعطيك انا اوراق قانونيه في استونيا من غير ما تمشي انت تقعد ماشي لفرنسا. خاطر نحن نفرضوا فرضا انا نحب نحل شركه في فرنسا غدو يما لازمني نمشي نعمل ريزيدونس بالحق في فرنسا يما لازمني دونك اون فان كونت نتبع البروسيدور العاديه في فرنسا. دونك استونيا قالت لك نعطيك انا فرد حكايه من غير ما تقعد تقلق في روحك وتستنى حتى الدوله الفرنسويه ولا في المانيا يرضوا عليك. تنجم انت من دارك من تونس تحل الشركه وبطريقه قانونيه واللي عندك ريجيستر دو كوميرس تسمع فيه عادل سي بون وي وي اي اي دونك تكون بطريقه قانونيه معناها كيما تحل شركه في استونيا كيما تحلها في فرنسا كيما في ايطاليا كيما في اي دوله. الحاجه القويه ان هي قالت لك من غير ما تمشي جوست المشيه اللي باش تعملها الوحيده تمشي تجيب كارتك من السفاره شوف اخر بسفاره ليك. نرجع للموضوع اللي جبته انت باش ما نضيعش في الكونديكتور. هو انا نقول لك اي مواطن في العالم يحب يبيع كيف كيف تقول لك اذا كان عطيته انت باي بال وعطيته كونت بانكير ساي حتى استونيا تقول لك هي امور شخصيه. معناها انا عطيتك حاليه الكونت بانكير وانا عطيتك شركه ودخلتك في النسيج الاقتصادي الاوروبي امورك انت. هنا نحكيو دو بوين دو فيو معناها نجم نحكي لك على واحد يعمل في لي كوميرس يدخل في الشهر في 5000 و 2000 يورو ونجم نحكي لك على واحد عنده 6 شهور حل ولتو ما دخلش يورو. هنا ترجع للموضوع اللي هو البزنس معناها كيما تعرف انت هي الدوله تقول لك انا نعطيك لي زوتي انت ماك اونتر جيمي ضعيف اقتصاديا في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر هاني حليت لك الافاق. هنا نرجع للايكوسيستم تونيزيان. الايكوسيستم تونيزيان الجماعه اللي تخدم جينيرالمون في الديجيتال اش معناها ديجيتال معناها سواء يبيع في ابليكاسيون سواء يبيع في سيرفيس ويب سواء يعمل كيف في الدروب شيبينغ. يعمل في الدروب شيبينغ معناها كيما تعرف يستعمل في علي اكسبريس ولا يستعمل في امازون ويبيع. وكيما جبت انت مقبله العباد مثلا اللي كيفنا وكيما عباد في دول في الافريق ما عندهمش حق في امازون كيف بالشركه الاستونيه بالكارت من بعد الشركه ولا عندهم حق في امازون. هذوما الكل تلقى 20% ولا 30% اللي ينجحوا اش معناها ينجحوا يعملوا فير وتلقى اللي مازال يقول لك سابا مارشي ولا خاطر انا عندي مشكله في الماركتينغ ولا عندي مشكله في التسويق ولا في كذا. معناها هنا النسيج اللي هو الاقتصادي ولا التور ديكسبيريونس سانسيرمون انا شفت مربوط برشا بالشخص. معناها تلقى ناس يجي يقول لك سايب يحكي لك من بعد 3-4 شهور يحكي لك على 20000 و 30000 و 40000 و 50000 يورو وتلقى شكون من بعد مده معينه مازال قاعد يحكي لك على ما لقيتش الفونت الاولى واللي هو حاجه عاديه على خاطر هو ليكو سيستم يسهل لك يعطيك لي زوتي يرد كيف كي الامريكي يرد كيف كي الالماني دو بوان دو في تولز مي مش يعلمك تبيع مش يعلمك كذا. وتعرف انت موضوع لي كوميرس وموضوع الديجيتال لا كونكورونس لي روت في العالم ما هو يردك على الاقل ما تقعدش تعاود انت في خرافات اعطيني اي كوميرس اعطيني مواد دو بايمون اعطيني باي بال اللي هو الديسك كذا يتعاود براتيكمون في الافريك الكل ويتعاود كيف في البرازيل يتعاود كيف اوكرانيا مثلا. اوكرانيا هم اكثر عباد يستعملوا في ريزيدونس رقمي روسيا يستعملوا فيه فرانسيس كيف معناها هنا تلقى الاقامه رقميه هي تقرب معناها ترد التكنولوجيا متاحه لاي انسان مهما كانت لا ريزيدونس فيزيك نتاعو. هذه هي قوتها. بعد رتور تونيزيا نرجع لرتور تونيزيا اللي عندنا كيف نرجع تو في 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 استونيا بيدها هي في استونيا هي استونيا تحفي بالك ان استونيا تحب تدخل تعمل 20 مليون مواطن رقمي توا خاطر يتسمى جديد عامل 60000 في 60000 هذوما براتيكمون شكون اللي يحلوا فيهم شركات اوموين اللي يحلوا شركات ما يفوتوش 20% معناها في 60000 مقيم رقمي في العالم ما تلقاش اكثر من 20000 شركه. خاطر عادي خاطر الاقامه رقميه بيدها تعطيك لي تولز مش معناها تعطيك معناها تعطيك البزنس موديل معناها صحيح. هذا هو في تونس كيف في تونس كي تاخذ 300 واش تونسي تلقى فيهم 50 شركة اللي هما أمورهم واضحة لي وكي تحسب انت راسيو معناها ان سيزيام هذاك هو براتيكمون سي لو راسيو مونديال نتاع ليسونيا يقول لك 15% هما اللي ينجحوا والباقي مازالوا يحبوا يلقاو خطواتهم ولا ما همش فاهمين ولا كانت عندهم فكرة غالطة ليسونيا ولا كانوا مثلا برشا ناس مثلا تو برشا ناس تحكي على لامبور اكسبور. استونيا تعطيك لامبور اكسبور تقول لك انا تنجم تحل عندي شركة نتاع تريدينغ تتسمى مي اون فان كونت ما تفضلكش مشاكلك مع الديوانة التونسية
ما تفضلكش مشاكلك مع الديوانه المغربيه، هذيك زيرو بزنس. انت عندك ديوانه تونسيه ولا ديوانه مغربيه ولا حتى في امريكا، معناها ما لازمناش نخلطوا اللي يصير اذا نخلطوا خاطر بحور تو اكسبيرينس ما بين الدوله الاستونيه اش تعطيك هي كافونتاج، وما بين انت مشاكلك اللي انت عندك سكتير على ذاك اللي تلقاهم نجحوا برشا هما جماعه لي كوميرس ديجيتال، البروكر اللي يعملوا كوميرس ترشنال اللي نقلوا يشري حاجه من باكستان ويبيعها في قطر وفيس فيرسا، يتسمى نيغوس ينجحوا فيها بالكدا. وين فما دي مشاكل ستركتوريال باش ترجع لدولتك، فما بتباع جهد اللي هو ما تلقاش برشا عباد متحذرين، معناها نقولوا نحن اقتصاديين ما عندهمش يكون الجهد الاقتصادي والجهد المعنوي باش ينجحوا. معناها على حبيت نقسم رتور اكسبيرينس فيه نوعين، المشاكل التقنيه براتيكمون كلها تتفض، تقعد المشاكل الاخرى اللي هي مشاكل نتاع بزنس. باهي دونك قبل ما نقدموا جوست رابيدمون باش نجاوب على كلكو كيستيون، دونك طلال سأل قال لك اسكو ليا دي زافونتاج فيسكو، جاوبت عليها هذه قلت راه سي لو ميم تو فيسكال ماهيش ان باراديس فيسكال بالكل، سي 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 او نورم اوروبيان. دونك لا ريبونس نو، نحاول رابيدمون نجاوب وسيم بور افونسي. دونك سفيان كشاو قال فما امباساد في تونس، وسيم قال لك لا، دونك باري مصر انقره في تركيا ايطاليا هما الاقرب. دونك عندك فيزا تمشي لايطاليا فرنسا، ما عندكش دونك مصر ولا انقره. كيف كيف دونك لو بروسيس بور ليكسبور، لو بروسيس بور اسيون شالوا شالوا لو بروسيس بور ليكسبور دي برودوي باباس جوستيفيكاتيف بايمون ريدور جو بالي بعدش. دونك لي بروسيدور في ليكسبور، دونك اون بو فوار سا. محمد الهادي دونك مرحبا، دونك ضيفنا مرفت ياكد الكلام تاعك، قال لك هاي تك ديجيتال سوسايتي از كي سكسس فاكتور تو اتراكت اي ريزيدنت اي انفستور اي ستارت اب. معناتها اكثر المشاريع اللي تنجح كما قلت انت هي اللي عندها علاقه بالديجيتال، كوميرس الكترونيك اي لي بروجي اللي عندهم ديمونسيون ديجيتال. دونك شنو فوالا، دونك جاوبنا على المعطيات الشخصيه دونك هذه تعديناه. Voilà, donc al COVID-19 كل شيء سبيسيال، دونك سي فريمون دونك ان سويفر سيت تعرفوا بالضبط لي ريبونس. فوالا دونك وائل نوتر كوليغ وائل دهماني يسلم علينا، دونك مرحبا وائل. دونك وهذا دونك رمارك باش نرجع للبروجي تي سي، كان بروجي حلو ياسر الحقيقه، خدمنا فيه حاجه حلوه. مي كيما قلت انت جو سالو تو لي كوليغ اللي خدمنا فيه، مي كيما قلت انت دونك وسام وقفنا في البارير نتاع حاجات فينالمون كان نجم نقولوهم لي فون القرارات، معناتها لي فون القرارات والقوانين هذوما ما نجمناش احنا سو بروجي نمشيو به بعيد، على خاطر هذوما سو ثلاثه حاجات دي بوفوار في يد ليتا واللي ما لقاوش كيفاش فاسيلمون معناتها لي شونجي. نتمنوا توا فما احنا ديما راهو نقولوا فما باساج دو جينيراسيون، فما حتى شيء يدوم هكاك. نتمنوا توا دونك فما حكومات ولا بعضهم فما جينيراسيون جديده نحاولوا نغلبوا هذه، والكورونا هذه عاد ما شاء الله الى اكسيليري لا ترانسفورماسيون ديجيتال، وشوفوا توا اللي نستناو فيه عن اعوام صار في جمعتين. اون اسبير دو فاسون دو احنا نحاولوا نخدموا ونحاولوا اللي لي شوز شونج دون لو بوزيتيف اون سوا بريباري، خاطر كيما قال وسام هاو يحلك استونيا تحلك المشاكل تحطك ابي ديغاليتي كيما امريكان وفرنساوي وغيره، مي ابخي باش تخدم على روحك راهي ماهيش تعطيك دي كادو. معناتها انت حتى اذا كان لي زوبستاكل هذوما تعداهم في تونس معناتها لاني بروشين سي با فيني، معناتها مش هذا هو اللي نستناو فيه. نحبوا معناتها لي تونيزيان لي زونتربرونور تونيزيان يخدموا اكثر على المايند سيت نتاعهم في الانتربرونيا الانتربرونيا ديجيتال وفي سورتو الجلوباليزاسيون، ويحكيوا اكثر انجلي خاطر احنا عندنا اون بارير هي الفرونسي الحقيقه اللي حفظناها هذه في بروجي اي تي سي. عندنا كي نحبوا الكونفور نتاعنا في الفرونسي مع الانترناسيونال، نحبوا اون اكسبورت فيغ لا فرونس لي بري بي فرانكوفون، خاطر سي رتحلنا شويه تو الانترناسيونال في البلدان الاخرى الكل. سي الفو افواغ سيت كاباسيتي نتاع المايند سيت بصفه عامه في الكوميرس انترناسيونال والانجلي، سافا نو زيدي بوكو. دونك هذه غومارك اخرى، جاوبنا على الكيستيون دونك سفيان نتاع الامباساد في تونس، لو بروسيس بور ليكسبور سي بون. فوالا دونك كيستيون اخرى هوني، دونك فوالا يظهر لي الكيستيون الاخرين في البارتي اللي باش تكملها انت دونك وسام. دونك يظل تو شنو باش نحكيو تو على البروسيدور دو ستارت اب كيسكو فا بارلي ناكو.
ميرسي الراف جماعة الكل دونك الزملاء والاصحاب دونك يحطوا في لي كومونتير يعطيكم الصحة دونك نحييهم فما كيسيون جو سو اي دونك فما زاد كيف كيف دي كيسيون نحاول نرجع بالورد الكرونولوجيك اللي نشوف فيه جبتها مقبله ونحاول تو سانسيرمون ديما قد ما نعاود ناكد عليها ديما تقعد ديما كيسيون امبورطونت برشا راهي الشركه ماهيش راهي الشركه ماهيش فيرتوال فما في مثلا خلينا ناخذ نعمل مقاربات في امريكا مثلا تنجم تحل شركه في البيو بوكس بيو بوكس بوات بوستال تسمى بوات بوستال ومن غير ما ندخل شويه في السياسه فما برشا عمليه تحايل تصير في امريكا بشركات وهميه الشركه اللي في استونيا هي شركه قائمه الذات في استونيا وتخضع لنظر القانون الاستوني هو قانون صارم بالحق صارم طبعا بعد نحكي شويه على البنوك وما تابع البنوك اللي هي ماهيش شركه فيرتوال خاطر في اصلها فيرتوال هي شركه قائمه الذات دو دروا استونيا مي لجيستيون تاعها عن بعد عن بعد دونك هنا جوست على كلمه فيرتوال راها ساعات برشا ناس تغلط عادي حتى في العالم كامل راهي ماهيش شركه فيرتوال معناها بعباره اخرى الشركه هذه دو دروا استونيا لو كانت تخالف مخالفات تابعه لدروا استونيا ينجموا يعاقبوك وفيها كيما كيف تحل شركه في تونس والجيرون تاعها ينجم يمثل قدام المحكمه دونك يتعاقب معناها الشركه لوان دتر فيرتوال هذا دونك الموضوع اللي شفته مقبله تعدى في الـ في الـ في, الـ في الوحد شو هنا كيما قلت انت مقبله عادل وجبت بالكدا لازمك تعمل واحده اخرى تسميها ذا تروث تحكي الحقيقه نتاع الحكايات نتاع لي كوميرس ونتاع في العالم والكل الناس اللي تحكي على لي برودوي اكسبور يقول لك من تونس كيفاش نعمل البرودوي اكسبور نعاود ونسطر انت كي من تونس باش تخضع للديوان التونسي معناها الشركه الاستونيه ماهيش باش تمنعك ولا ماهيش باش تعاونك في مشاكلك مع الدوله التونسيه ولا مع الدوله المغربيه ولا كالجزائريه معناها ما فهم ناخذوا مثلا نسهلوا تو نحن نحلوا بارونتيز انا وياك عادل ننساو شويه نحطوا ابار نحطوا ابار للاقامه الاستونيه هي فانت كنت الاقامه الاستونيه على جاتنا احنا وعلاش كي تهري انت الحكايه عادل احكيها لي عادل يا خلطوش خاطر 50 تيلي هو اللي حكي لي عليها على خاطر نحن تعبنا في الايكوميرس تعبنا باي بال وتعبنا من الكارت بونكير وتعبنا من البيمون قلنا فماش سوليسيون في العالم من وقت بدينا نلوجوا انا وعادل قلنا نلقاو سوليسيون ولقينا الحكايه هذيك مي اون فان كونت المشاكل اللي عندك في الديوانه باش تعمل الايكوميرس ولا باش تبعث قفه ولا باش تبعث كونتينر يرجعوا بالنظر للدوله نتاعك الدوله الاستونيه ما تتدخلش معناها بعباره اخرى كيما شو كيما تشوف استونيا احسب روحك كان واحد جاي قال لك راهو نجم نحلك شركه في فرنسا خاطر نحن سرتو نحن توانسه عندنا فرنسا وايطاليا كولتورال مقربتنا قبل برشا ناس تقول لك واش قولك تدفع انت فلوس ونجي نحلك شركه في فرنسا وتو نحطك فيها تجاريها انت عن بعد والكذا استونيا كيف كيف تقول لك في عوض تقعد انت تكسر في راسك تنجم بالكارت هذه تعمل شركه في الاوروب مي ماهيش باش تفضلك مشاكلك نتاع الاي كوميرس ولا ماهيش تفضلك مشاكلك نتاع الاكسبور في الدوله اللي انت فيها معناها اون فانكونت لو كان ما تنجمش تجاري مشاكلك انت لهنا ماهيش هي باش تحلك هي باش تسهل لك تحلك على العالم الخارجي معناها السيد اللي في امريكا باش يشري منك الارتيزان نتاعك ولا السيد اللي في فرنسا باش يشري منك السيرفيس باش تبيع ابليكاسيون ويب 500 يورو اوكي يدخل تول يدخل السيت يبعث باي بال سي بون مي كل ما هو حاجات تخص لبرودوي فيزيك وعلى ذلك هي تسميت على الديجيتال على خاطر وقت اللي تعمل لبرودوي ديجيتال مشاكل اللي فيزيك الكل ما عادش موجودين دونك هذاك شابيتر ونسكروه سيرفيس فورماسيون دروب شيبينغ اي كوميرس كله يتعدى على الخيوط كما يقول وقت اللي تحكي على امبور اكسبور لازمك تسكر من شيره الدوله نتاعك اللي هي نحن نحكيو توانسه من هنا دونك الكيستيون نتاع خاطر امبور اكسبور راه تعاود برشا ومهمه على خاطر لازمك تعرف انه هي ما تفضلكش المشاكل هذوك باش هكا ويسام يحكي ونعطي شويه ريزومي معناتها هذه الكارتا مش عصا سحريه كما يقولوا السياسيين هي راهي باش تنقص لك شويه مشاكل باش تكون عندك ان بروفيل في نفس النيفو مع ان امريكان ان اوروبيان مي راهي ماهيش تخدم لك خدمتك هي راهي باش تعطيك معناتها اوبورتونيتي يلزمك تستغلهم اذا كان انت ما تعرفش ما عندكش لي زوتي باش تستغلهم ما عندكش لا كومبيتونس في الاكسبور في المارشي في الكوميرس انترناسيونال وفي في الفيزيون تاعك انتربرونيال او نيفو جلوبال ممكن ماكش تعمل بها حاجه كبيره مي هي لافونتاج نتاعها سهل لك وتاكلي محيطنا الصغير في تونس تتعداهم بو اتخ معناتها او ميم نيفو كان اترونجي معناتها كان امريكان اوروبيان نعطيك كلكو كيستيون وسام ما شاء الله برشا دي كيستيون باش حاول دونك جاوب دونك قال اكرام انتربريز فيكتيف هذاك هو فيرتوال افكتيف سي با سا قالك سي اون انتربريز ريال سو لو دووا استونيان ما فيها حتى اشكال انيس
Hachani. Wissem, exactement. Entrée et sortie de l'argent qui fait. Femme, un exemple réel ou qui fait une déclarée ou le compte qui fait un recruté compte Estonie. Donc, on va se la faire sur elle. Charlotte, Wissem, il prend note et je vais aller. Question aura. واش دي قال لك يلزمك تعملنا حلقات نتاع استونيا تعملنا برشا حلقات تحكي لنا كل مره موضوع استونيا دونك اخرى كونكريتمون اكسبورت كونسيرنون اكسبورت اكسبورت جو في فوندر مون برودوي ان طون كو استونيا ولا تونيزيان خليك تجاوب عليها انت يا وسام دونك وقت اللي هو يعمل اكسبورت هل هو شركه تونسيه ولا استونيه انت بتجاوب نعرف الاجابه مش تجاوب انت بساش نجيب على الكيستيون هذوما ديجا دونك هذو هما دونك هذو هما دونك وسام كومون معناتها اون فا اتر فيو او فيو دو لا لوا معناتها انترناسيونال ان طونك استونيا او بيان تونيزيا باهي جوست خاطر فما ناس خلطت توا من بعد جوست كما قلنا نحن في بعد ما نكملوا السيسيون هذيك بعد عادل يبارتاجي معاكم كور كتاب فيه 127 صفحة والكوري ديمي دونك السوربريز اللي قلناها فيها ديتاي الكل خاطر موضوع عميق جدا وفيه بليزيور ديتاي والكتاب اللي عنده وسع البال كما قلنا يقراها فيه 127 صفحة وفما لي سيسيون فيديو فيهم 22 سيسيون يحكي بالديتاي في كل حكاية ما خلينا نجاوب على الأسئلة اللي موجودين تو عادل وقت اللي انت في نخليو كالعادة ديما نحاول نخلي استونيا أبار باش نوضح الفكرة للعباد بعد تنرجعوا لاستونيا انت عندك شركة باش تحلها غدوة في المغرب ونحن عندنا اصحابنا فما شكون يمشي حل شركه في المغرب ولا حل شركه في كوت ديفوار ولا سورتو فما برشا علاقات البيرود الاخرى ما بين لا شومبر افريكان وبرشا ناس تمشي للكوت ديفوار المالي وكذا وتحل وتحل الشركات الشركه وقت اللي تحلها في دوله معينه سواء مالي ولا كوت ديفوار ولا في استونيا هذيك الشركه اون فان كونت تشوف انت اسكو فما تتسمى دوبل امبوزيشن وإلا لا معلش معناها معناها فما كما مثلا في فرنسا يقول لك مثلا فما اتفاقيات بين دول لو كان ما تخلصش لامبو تخلص لامبو غادي ما تخلصش لهنا بالنسبه للكام تاع استوني نرجع لموضوع استوني على جبت الموضوع المغرب لو كان باش تخلص لامبو باش تخلص لامبو في استونيا وباش تخلص لامبو في تونس هذا بور كومونسي مانيش ان اكسبير كونتابل ما جيش نعطيك الجروند ليني معناها نعاود ونفسر لو كان ربحت ارباح تخلص عليهم غادي وهنا علاش قلت الانسان اللي في باله سي لوبتيميزاسيون فيسكال شنو نقولش كلمه اخرى سي با لو كام معناها دو بوين دو في فيسكاليتي فما برشا دول نجمو نحكيو عليهم كيما اليوكي ولا كيما ولايات في امريكا خير برشا فيسكالمون من استوني على هنا الانسان اللي يقعد باش يحسب عنده الحق فيسكاليتي سي با لو معناها سي با لو شامبيون دو لا فيسكاليتي الاستوني دونك هنا لا كيسيون وين نخلص دو بوين دو في فيسكاليتي تخلص في الدوله اللي انت فيها المغرب حليت فيها ومثلا والدوله اللي انت مقيم فيها خاطر هنا كيما قلت الجماعة اللي يفهموا شويه فيسكاليتي يقول لك وين انت ريزيدون تخلص معناها فما بارتي فيسكالمون تخلصها غادي فما لهنا هذا دو بوين دو في فيسكاليتي ونرجع ديما نحط ديما الجروند ليني ماهيش 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 اعز دوله في الفيسكاليتي عندها افونتاج نحكيو فيهم كل مش هذا الموضوع معناها مش هذا الموضوع مش لا فيسكاليتي هي النمبر 1 هنا تو نجيو للموضوع نتاع كيفاش استوني ولا مش استوني هو كي يقول استوني ولا مش استوني ديما نرجع للموضوع هنا ديما الموضوع من غير ما تفيق العباد يتسمى الموضوع نتاع نتاع توسكي لا فيسكاليتي اسكو ريزيدون فيسكالمون وقت اللي انت تفوت 6 شهور من الدوله ذيك وتمشي تعيش في الدوله ذيك يقول لك فوت 6 شهور تتسمى ريزيدون هنا تخلص هنا على ذاك حتى برشا توانسه كيبداو خارجين من المطار نتاع تونس كيبدا مقيم البرا ما يخلصش التامبري هذاك خاطر يخلص كان على ريزيدون انت تقعد ديما مقيم في تونس معناها الشركه اللي باش تعملها في فرنسا ولا في استونيا ولا في مالي وتعمل ارباح باش تقعد ديما النظام التونسي معناها الشركه نتاعك استونيه تعمل ارباح في استونيا كما تنجم تكون انت من اللي فيكم عنده شركه في فرنسا كما تنجم تكون عنده شركه في المانيا يطبق عليه القانون الفرنساوي نتاع الفيسكاليتي وهو اون طونكو تونيزيان كيف كيف يطبق عليه القانون التونسي معناها ما هي علاش قلت لك ماهيش ريزيدونس فيزيك هي تسهل لك الشركه وتحلك مي دو بوين دو في بنك سنترال دو بوين دو في ماليه في تونس باش يطبقوا عليك القوانين يطبقوا كما اي انسان حال شركه في فرنسا ولا في ايطاليا هي اقامه رقميه عطتها لك الدوله الاستونيه ما باش تطبق قانون تاع تونس وهذا الموضوع الاستونيين سامحني يقولوه ديما للدول الكل يقولوه للفرنسيس يقولوه للاسبانيول خاطر حتى الفرنسيس وحتى الطليان وحتى الامريكان يغلطوا فيها الحكايه هذه وديما يعاودوا يقولوه وعادي جدا على خاطر هما العباد ما تعرفش يقول راهي الاقامه رقميه تحلك الشركه تعمل ارباح بالشركه
تخلص فيسكالمون الارباح اللي باش تدخل في الدوله الاستونيه وانت مقيم في الدوله نتاعك اسبانيا ولا المغرب ولا تونس، عندك القانون نتاع الفيسكاليتي يرجع بالقانون نتاع العام هذاك. هذا موضوع عميق جدا وديما يطرح في العالم كامل، ديما يطرح مش كان في تونس، على ذكر راه يتعاود برشا. وي عادل هذا هو دونك انا خاطر انيس دونك انا نفس السؤال سالو دونك اذا كان ها باش نعطي صوره مبسطه، اذا كان واحد يتعدى لي بروسيدور هذوما ياخذ الريزيدون الاي ريزيدنسي في استونيا يلونس ستارت اب، ستارت اب نتاعو يحل لها ان كونت بانكير دون مانيير ليغال وعاديه، يولي عنده دونك اون انتربريز دو دووا استونيا سو لا لونيون اوروبيان وعنده اون ريزيدونس فيسكال استونيا. Il peut commencer à exporter. Par exemple, on va dire qu'il va lancer un site de vente en ligne pour des produits art de maison à la Rio, donc, par exemple. Donc, la question, lorsque je vais faire les ventes, s'il vend un produit de 100 euros, en principe, on dit ça là, bien sûr, le compte bancaire estonien, parce que tu as vendu en tant qu'entreprise estonienne. هو بالشكل لك انيس كومون جو في لونتري سورتي دو لارجون ما بين استونيا وتونس، معناتها لو فلو هذاك كومون جو جير دونك او نيفو بيتر معناتها معناتها كيما قلت لي فيسكاليتي او بيتر دونك دو بروف او نيفو معناتها دي زوتوريتي تونيزيان وكيفاش نديكلاري معناتها او نيفو تونيزيان ولي كونتابيليتي كومون جو راجير في تونس ولا في استونيا، واذا كان في استونيا كيفاش معناتها هو في تونس كومون يل با سافوار comment gérer là-bas, qui veut que je contacte les comptables, ce sont les questions qui un peu les demandes fait le monde après. Donc, je vois les questions. هو ريتو السؤال اللي هو قال فوقت لي بعد ما تعمل الكارت نتاع الاقامه الرقميه وتمشي تاخذها من انقره ولا تاخذها من فرنسا. السؤال رقم واحد اللي انا وقت اللي يعرضني عبد ونحكي معاه يقول لي انا مقيم رقمي، اول سؤال نساله نقول له شكون البروفايدر نتاعك. البروفايدر نتاعو هو بعباره اخرى في نحنا في تونس تتسمى لدوميسيلياسيون. لدوميسيلياسيون اللي يعرفوها برشا ناس كيفاش حل شركه يمشي ياخذ سيرفيس دوميسيلياسيون، يمشي ياخذ في برشا بيروات او العوام الاخرى ولا برشا ناس تعطي سيرفيس دوميسيلياسيون. السيرفيس هذاك تحل فيه المقر التجاري نتاع الشركه نتاعك. اقوى حاجه في البروغرام الاستوني هما الدوله الاستونيه عملته خدمه للسيرفيس دوميسيلياسيون استونيان، معناها بعد ما تاخذ انت الشركه فما دي سيرفيس باش يتلاولك بالكونتابيليتي، باش يتلاولك بالفيسكاليتي، وباش يتلاولك بالريجستر دو كوميرس، كل شيء. معناها هو يتسمى بلغه اخرى لا دوميسيلياسيون نتاعك في الاستوني. على قد ما تاخذ ان سيرفيس باهي، معناها ان بروفايدر معروف من الدوله، خاطر كيما تشوف بروجرام استونيا كثروا فيه ولاو الاف دي بروفايدر. دونك السؤال اللي يسالوا اي انسان كيعرضني يقول له اعطيني اسم بروفايدر نتاعك، معناها بعباره اخرى باش نعرفوا انا اسكو هو ماشي في الطريق الصح ولا ماخذ بروفايدر متوسط. دونك البروفايدر هو اللي يعمل لك الديكلاراسيون، البروفايدر هو اللي يعمل لك كل عام التجديد دوميسيلياسيون مثلا سنه 2020 باش تخلصوا انت في الدوميسيليا سيرفيس دوميسيلياسيون. دونك هذا الكل بروفايدر هو البون بروفايدر اللي باش يعمل لك كل شيء بالنسبه للاستوني. وهذه هي علاش الدوله الاستونيه تقول لك نحن ولينا نخلقوا دي 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 بروجي من لا شيء، معناها يخدموا في الريزيدون استونيا باش هما يتلهوا لك بهذا الكل وانت جوست كانك سوتريتي عندهم، معناها ما عندكش خدام تخدم فيه ديريكتومون موظف، مي كلها دي شركات دو سوتريتونس تعمل لك لي سيرفيس هذوما الكل اللي هما مربوطين بالفيسكاليتي بالكونتابيليتي بالجيستيون ادمنستراتيف بالكل شيء. دونك معناها الاسئله هذوما الكل التقنيه موجودين هما في الكتاب والفورماسيون، ما باش نجاوب ديريكتومون لهنا. هو لا كونتابيليتي لا فيسكاليتي بالطبيعه اوبليغاتوارمون لازمك تاخذ ان كونتابل استونيا اللي كيفال تجاري تو سا. هو راه ولا كان نجم نرجعوا الديجيتال نجم نقول لك انا تنجم انت تدخل على البورتايم تاع الدوله الاستونيه وتعمل كل شيء، ما نصحش بيه خاطر لا فيسكاليتي موضوع معقد وكل دوله عندها لي سيستيم تاعها، معناها دو بريفيرونس تاخذ كلكان اللي يفهم وتتلهى انت بالكور بزنس نتاعك خيرك من تلهي بالفيسكاليتي. وهذا الموضوع يظلي حتى العباد اللي عندهم شركات في تونس يقول لك انا تلهي بخدمتي ومانيش نقعد نكسر في راسي في الكونتابيليتي والفيسكاليتي. مي تفهم القواعد، القواعد انه فما واحد يتلهى لك بالحكايه غاديكا. ومن بعد انت مقبله زاد رمارك ثانيه قلت الفلوس يتسبوا في الكونت نتاعك، اللي قلته صحيح نزيدو جوست رمارك صغيره، الفلوس يتسبوا في الكونت نتاع الشركه نتاعك مش نتاعك، خاطر نتاعك ما نحكيش عليها جمله هنا. انت باش يولي عندك الكارتة باش تعمل بها شركه، الشركه باش تعمل بها كونت بزنس جودي بيان سطر بزنس معناها باسم الشركه، حتى وقت اللي تبدا بالكونت بونكير باسم الشركه، والشركه هذيك من بعد اخر العام كيما كل تونيو نتاع كونتابيليتي اوديت كان فما بينيفيس باش تاخذهم انت العام الجاي 2021، مي الفلوس ما همش نتاعك نتاع الشركه. على ذاك هي قانونيه خاطر الشركه هي دو دروا ريزيدون. فما سؤال مقبله شفته
قال راهو الشركة أوفشور. لا ماهيش أوفشور هنا، الشركة تتسمى دو ريزيدونت أوروبيان. فما فرق ما بين شركة أوفشور في تونس وفما فرق ما بين شركة ريزيدونت. كي تقول أنا عندي شركة في فرنسا تتسمى شركة فرنسيز ريزيدونت أون فرانس، شركة استونيان ريزيدونت أون استوني، ما عندهاش علاقة بالكستيون تاع أوفشور ولا ماهيش أوفشور. معناها السؤال ما ستون حكاية أخرى جملة. فما الشركات عنا أوفشور موضوع وشركة ريزيدونت إستونيان ولا ريزيدونت فرنسيز، وما خاطر كان نرجع النوموكلاتور وقت اللي تحل الشركة في فرنسا وتحل الشركة في إستونيا بعد تاخو النميرو أوروبيا يولي عندهم معرف أوروبي وحيد. دونك نحكيه على شركة دو دروا أوروبيا اللي ما هي الشركة أوفشور. هنا الكستيون اللي شفتها مقبلة طرحت على بالنسبة اللي شفتها. Donc, tu as cette carte-là, elle te donne une présence en tant que business, en tant que chérique, en tant que chars. C'est ça, c'est ça. Le compte bancaire qui est le business, le chérique. Tu n'as jamais fait le compte bancaire où tu as un projet de start-up, le projet. Je vais vous dire, je vais vous dire déjà, donc, est-ce qu'on peut le lier avec Pioneer? Je pense à un niveau personnel. C'est pas ça le cas. Bon, mon cousin Jo petit Wissem, il qui a une question de Wissem à la main de Karim. La carte a un délai de validité ou sont les conditions de renouvellement? Est-ce que a un délai tout fait que tu fais pas d'activité ou elle a des conditions pour qu'elle soit annulée? Donc هذا donc question autre. Donc واجدي مرة أخرى التحكيم لابد من توضيحه وفي الحالات التي يصير فيها مشاكل لازم يكون عندنا ممثل قانوني. أكيد ما تدري. donc on peut voir aussi. donc les frais, est-ce que فما frais تاع provider, frais de domiciliation. أكيد هذا هو. donc les questions, donc où ils aiment les frais de domiciliation موجودين أكيد قديش. ou est-ce que عندها validité la carte ou عندها conditions de renouvellement ou le موضوع تاع التحكيم donc au niveau juridique لازم يكون عندك ممثل قانوني في استونيا. هذو هما لي 3 كيستيون تاع الجواب. مرحبا منير، مرحبا احمد. دونك هنا الكاسك اللي قلت لي انت الكيستيون تاع نبدا بالكيستيون تاع اللي قلت لي عليها بايونير تول، نجاوب على الكيستيون اللي تول ساهلين معناها بايونير بزنس. اي تنجم تربط بها بايونير بزنس مش بايونير بيرسونيل، مع لازم يكون بايونير باسم الشركه نتاعك والعباد اللي تفهم تعرف انه فما بايونير بيرسونيل وفما بايونير بزنس. دونك هنا بارابور لا كيستيون تاع الواحد معناها كل لازم يكون باسم الشركه. هنا الممثل القانوني ولا هو المقبله جبت على الفري باش نعطي جوست تقدير بعد كي قراو لا فورماسيون هو يقرر شنو يساعد وما يساعدوش. ما باش تاخذ فكره لي فري او موين تاع بروفايدر سيرفيس هنا باش ترجع لبي دوروب دو ليست اللي هو يضحك شويه. بي دوروب ليست معناها او موين القيمه تاع كريم تاع عام كامل تاع دوميسيلياسيون في ليستوني 120 يورو بارون. 120 يورو نحن خاطر يمكن اليورو يقال 3.1 اما 120 يورو حكايه فرق قال لي واحد حتى في فرنسا ما تجيبلكش حتى ربع نهار دوميسيلياسيون معناها 120 يورو بارون اللي هما براتيكمون 15 ولا 12 يورو في الشهر حكايه فرق على الاخر. هنا بارابور لا كيستيون مي لازم يرجع يقرا لا فورماسيون والكتاب باش يقرر واحد وخاطر فما بليزيور كل بروفايدر كيما كل بزنس فيه البور والكونت نتاعو. هذايا بارابور الممثل القانوني. الممثل القانوني اخي الكريم هنا يمكن كان فهمت السؤال هو الدولة الاستونية كاريمون تبليجي عليك كاريمون باش تعمل بخلافك انت الممثل القانوني معناها انت الجيرون تاع الشركة كعادل ولا كوسام ولا كمحمد. الدولة الاستونية تبليجي عليك وقت اللي تاخذ البروفايدر انت البروفايدر اللي باش تكريه في العام في الدولة الاستونية باش تكري انت دوميسيلياسيون لازمك تختار ان ريزيدون استونيا تحطه هو يتسمى بلغتنا احنا الاسم هذا اسم ديجا موجود كان في الـ في الـ في, الـ في الدوله الاستونيه يتسمى اسمه بيرسون اوف كونتاكت. بيرسون اوف كونتاكت باش كان تصير اشكاليات وعملته الدوله الاستونيه من عام 2018 اول بروجرام ما كانتش عملته خاطر خايفه يصيروا كيما نحكي طبيب اموال. دونك فما زوج ممثلين قانونيين، فما ممثل قانوني اللي هو انت اللي هو اللي هو مولا الشركه ولا هو الجيران انت واختلاف الرول خاطر في اي شركه تلقى شكون ليزاسوسيي وتلقى شكون الجيران. وفما الممثل القانوني اللي هو موجود في استونيا اللي هو السيرفيس تاخذه مع البروفايدر نتاعك واللي هو مش ان شوا هو اوبليغاسيون تفرض عليك الدوله الاستونيه باش هي ديما خاطر هي على قد ما يحل السيستم قد ما قاعده خايفه من شنو ينجم يصير وتخاف من الديراباجيت الكل تولي اكزاكتومون. دونك بالعكس هي خايفه على روحها هي تثبت فيه الممثل القانوني معناها.
نكملوا كلكو كيستيون. دونك 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 الكونت باي بال بزنس دو ايتر استونيا سي وي است كيليا ان ريسك دتر فيرمي بار باي بال سي جو لوفر من اي بي تونسيه. بون هذا موضوع شويه باي بال مي عندك كلام. تنجيبو عندي تنجيبو بيان سور. اوكي مدام فريال دونك دونك مرحبا. دونك سي جي بيان كومبري c'est plus intéressant pour les entreprises qui vendent des produits digitaux tels que les applications par exemple. Est-ce que ça s'arrête vraiment les services digitales ou voilà, le service c'est lié à la dimension digitale. Naturellement, tu as un projet e-commerce de produits physiques par exemple l'artisanat ou rien basé sur le digital. Donc il y a deux questions qu'on a quand je vois Lyon. Ici on passe choix les autres questions. Ben, بالنسبة للكيستيون نتاع PayPal, الكيستيون الاولى الكيستيون الاولى نتاع باي بال هو انا عندي باي بال بزنس حلو من عندي 4 سنين من حال باي بال بزنس وديما نحل فيه اي بي تونيزيان على خاطر هنا جوست نحلوا بارونتيز مثلا الجماعه اللي الباي بال نحن في تونس مثلا في برشا ناس ما تعرفش انه تركيا ما فيهاش باي بال لبنان ما فيهاش باي بال تونس فيها باي بال بيرسونيل معناها الدول اللي ما فيهمش باي بال فما دول اللي شبهونا اش معناها معناها وقت اللي يولي عندك باي بال بزنس استونيا تنجم تحلو من تركيا من لبنان ولا من تونس كيف كيف جبت لك تركيا ولا من كوريا الشماليه كيف كيف معناها الموضوع اللي بي هذا نعرفوه نحن في دوماننا نحن وقت اللي تبدا عندك كونت بيرسونيل تبدا انت حال كونت في فرنسا بالسرقه وتجي من تونس يفيق بيك باي بال مي تنجم تكون انت عندك كونت باي بال استونيا وتحلو من تونس ما فماش اشكاليه والكل اللي نعرفهم حالين باي بال جامد لافي واحد كلمهم على خاطر من الاول انت تحط وسام الوسلاتي الباسبور نتاعو هذاك شخص والباي بال باسم الشركه اللي هو عندها المعرف نتاعها دونك ما فيهوش حتى ريسك وانا جو تو غارونتي بال بال بالثلاث اربع سنين هذوم. مرحبا دونك فريال بالنسبه للكيستيون اللي سالتها هو نرجع للي قلته مقبله اون فان كونت هو البروغرام معمول لل ما يستثنيش حتى شيء اش معناه معناه هو يقول لك البروغرام انا نعطيك شركه في اليونيون اوروبيان ونعطيك دي باي بال ونعطيك كونت بانكير ونعطيك الكل مي بالبراتيك وقت اللي نرجعوا بروتور اكسبيريونس اي انسان ولا اي واحد عنده برودوي ديجيتال كما قالت هي فورماسيون كونسلتينغ دروب شيبينغ اسهل بياسر علاش اسهل بياسر على خاطر ما عندوش لا بارتي جيستيون نتاع البرودوي فيزيك مع الديوانه في مصر في الجزائر في المغرب في اللي هو وين فما خاطر لي برودوي فيزيك باش نرجعوا ديما الفو كونجير المشاكل اللي نتاع الدوله نتاعنا على ذاك نرجع الموضوع اللي قالوا عادل مقبل انت لو كان تاخذ الكام تاع لي كوميرس الكام تاع لي كوميرس نجم نحلو فيه في زوز مواضيع نحن مثلا باش نبيعوا من تونس ما عندناش باي بال دونك انا نحب نبيع غدوه التليفون هذايا ولا نحب نبيع لاباجور هذايا ما عنديش باي بال دونك الدوله الاستونيه تعطيك باي بال دونك ديجا اشتر الحكايه تعملها مي تقعد ديما لازمك تفض مشاكل لي كوميرس ولا مشاكل الكوميرس كلاسيكي في الديوانه نتاعك التونسيه معناها لو كان نرجع للكيستيون اسكو لي بليز انتريسون وي هو البروغرام هذايا في الاقامه الرقميه ديجا معمول برشا العباد اللي تعمل كل ما هو حاجات سيرفيس كل ما هو دروب شيبينغ والا على خاطر كي تقول لي كوميرس يستعملوه بيدو الفرنسيس مي الفرنسيس ما عندهمش ولا المان مشاكل في الديوانه نتاعهم دونك بالنسبه لنا احنا توانسه وي لو كان لي بلوز انتريسون باش قد ما تنقص من الكونتاكت فيزيك نقول توانسه الموضوع يطرح في المغرب يطرح في الجزائر يطرح في مالي كل ما هو ماهيش السهوله الاداريه المعهوده نتاعها مي الدوله الاستونيه ما معناها كي تقول انا باش نحل شركه في البرودوي فيزيك ما عندها حتى اشكاليه ما كيما كنت تحكي انت مقبل الاشكاليه اللي تنجم تصير وقت اللي يقع لي لوبستاكل مع الديوانه التونسيه ولا مع ترانزيت واللي هو يقع بقطع النظر حتى من الشركه الاستونيه حتى انت ساعات باش تبعث كولي لفرنسا يتجم الديوانه توقفك وتقول لك شنو هي ونجم نضربوا جمعه ولا جمعتين واللي هو موضوع ديسكور اخر ما صحيح معناها قد ما نبعدوا على البرودوي فيزيك بصفه عامه قد ما يكون لي كل شيء سموث دونك هذا هو بارابول البرودوي فيزيك بك دونك هذو هما ديجا برشا يشكروا فيك ديجا بداو دونك يقولوا لك يعطيك الصحه دونك واجد يا انيس دونك يظل لي جاوبنا على بليزيور كيستيون عادل يعطيه الصحه عادل انا مستعمل يعطيكم الصحه انتم واشكروا عادل معناها سي بصراحه معناها سي عادل قال لي نبارتاجيو كل شيء والكونيسونس ومعناها سي كان فهم واحد يشكر هو عادل سي غراس لوي اللي عملت عملت هذه وسي غراس لوي دونك يعطيكم الصحه اشكروا عادل معناها لا انا بلا بالعكس انا سي سكو جو فو انا معناتها نحب انا راني سو لايف لا مانيش نعمل فيه معناتها خاطر برشا
فما ايدي مغلوطه ويسام في بالهم معناتها هذوما سوسون كيما كل لي استوس كل تروك بور افوار ان كونط اون ديفيز كي باش تعمل بيه دونك كلكو شوز او نيفو بيرسونيل مي نو سا انا جو فوا خاطر هذا سي تان لو علاش نحكي عليه اون لايف خاطر سي تان لوفي اللي نجم يعاون بوكو جون اللي يخدموا معناتها ان بروجي معناتها بيزنس صحيح ويعاونهم هما اول شيء ويعاون البلاد معناتها يعاون الناس الكل معناتها نجموا حتى نستنفعوا دي سي او دو لا معناتها جو تروف كو سي كلكو شوز معناتها سي حاجه دو او نيفو اللي تعاون سورتو احنا خدمنا على دي بروجي هكا كوميرس الكترونيك انا وياك وسام وتونس زامي تاو اللي تاو كونيكتي معنا نعرفوا اللي هذا سا ريبريزونت كلكو شوز معناتها عندها شويه بوا معناتها بور لي تونيزيان اللي عندهم دي زيدي هذاك علاش نحب نبارطاجيها ونحكيو فيها هكا دو مانيير كول وسبونتاني باش معناتها تكون حاجه كي دون دو لا فالور بي نقدموا شو البارتي اللي بعد باش نحكيو شويه فما قلت انت فيزا نوماد نحكيو عليها توا ولا كيفاش دونك اون افونس فيها ميرسي فريال اللي قالت يعطيكم الصحه وجماعه يشكروا فيكم زاد دونك ميرسي بوكو مرسي رمزي احمد سليم انس مرسي دونك مرسي وليد وليد بتحومتي دونك سي دونك شيف ديبارتمون كوميرس انترناسيونال في لي سيكت دونك سي دون سون دومين ديجا سا فا ايدي بوكو نوز ايتيديون في لي سيكت بور انكور يكون عندهم كولتور بلو لارج كو سا دونك باي بال حكينا عليه دونك مرسي وجدي بي qu'est-ce qu'on fait Tawan? On parle du visa nomade. Il y a quelque chose de fait à Haja Hlouaz. Je vais vous parler. هي حلوه باش نحكي عليها بالطبيعه هو ديجا هو لو بارتاج ديكسبيريونس كما قلت انت مقبله في الكونيسونس قد ما تبارتاجي قد ما خير معناها دونك قد ما تبارتاجي ونجم نحكيوا برشا على حكايه البيمون وحكايه الايكوميرس مي هو سانسيرمون عادل صراحه معناها ما تعرف في الدومين نتاع توا نتاع بقات النظر على الالكتروني يقول لك اون فان كونت كي تشوف لي جافا جوجل امازون فيسبوك ونعرف انا وياك العباد تمتلك المعلومه تمتلك في العالم معناها من بعد ما جات الثوره الزراعيه والثوره الصناعيه من بعد جات ثوره السوفت وير من بعد جات ثوره المعلومات معناها ساعات انا اللي مش معناها كومام جينا بارتنونس سويت تونيزيان كيف كنت تغيظ ساعات في عبد مثلا نحكي على البايبال تو كيما قال لك فان كونت هنا في البايبال ونعرفوا الناس الكل انه البايبال وبقطع النظر على قانون الصرف في تونس ومعليش حق نمتلكوا ديفيز وكل حكايه هذوما الكل هما قانون موجود عام 76 ساعات يعرضك واحد في تونس مغرب الجزائر هو بالبارتاج ديكسبيريونس اللي انت عملته واللي انت استدعيتني تقول له فما حاجتي يا اما تقعد تستنى بايبال حتى يعاود يجي بايبال ما تعرف هو نحن وقت اللي عملوا الحكايه سيتي اون 2017 يظهر 2017 يقول لك بايبال يعمل ميزاجور كل 5 سنين 2017 plus 5 ans معناها باش باي بال يزيد عباد جدد في باي بال بزنس نحن في اللي يفهموا شويه في الاولاد في اولاد لي كوميرس اللي تبعوا يعرفوا مشكلتنا في تونس ماهيش في باي بال بيرسونيل موجود عندنا ما عندناش باي بال بزنس دونك يقول لك باش تستنى باي بال بزنس اون فان كونت لازمك تستنى 5 سنين على خاطر باي بال يعمل ميزاجور كل 5 سنين نحن عدينا اون زابي 2017 ما عليناش مانيش ندخلوا توا خلينا نكونوا بوزيتيف شكون عمل له شكون ما بعثش الجواب وجواب دونك لازمك تقعد تستنى 2022 باش تاخذ باي بال الوغ يعرضك عادل ولا وسام ولا يعرضك واحد يقول لك انت تجم بالكارت هذه تسكر موضوع باي بال مدى الحياه ما تقعدش 2022 باش نعاودوا ننظروا 2022 معناها باي بال تجي 2022 تعاود تقرا وكان ضيعنا 2022 نعاودوا نستنى 2027 بتبيع برشا ناس تقولش بين نحكيوا على باي بال واصلا باي بال خاطر باي بال يقول لك باش تعمل لي كوميرس ولا باش تعمل دروب شيبينغ ما عندكش باي بال تسمى معاق دونك باي بال بزنس ما تنجمش تخدم حتى في اللي يفهموا شويه في الدروب شيبينغ ولا في شوبيفاي يقول لك اول حاجه باي بال دونك يجي يقول لك عادل هنا هاو نقترح عليك انا معلومه قلت لك راه فما كارت تنجم انت تتبعها بروسيدور راهي فيابل وبروسيدور راهي مجربه وجربوها عباد كيفك وتولي انت تفضل مشكلتك وما تقعدش تعاود في اللي عملناه انا وعادل براتيكمون يمكن 10 15 سنه باش في الاخر هكا كابتينا استونيا وجربناها وقعدنا نحكيوا عليها. تابع لي شونس في الاخر قلت لي سامحني. يلزون دو لا شونس عندهم اون شونس توا معناتها اللي هما لقاو ريزولتا هكا حاضر معناتها بخي دي زاني دو ريشيرش دو باسيونس توا على الاقل توا لي زونتربرونور عندهم حاجه حاضره. هو حاجه اخرى نحب نحكي على باي بال اونتر بارونتيز هذايا راهو سي فري باي بال مهم معناتها مي راهو مش هو الاي كوميرس باي بال راهو باي بال نجمو في دو اي كوميرس سون باي بال ممكن با افيك لي ميم فيتيس سيغتينمون مي نتذكر معناتها فما بليزيور بيي حتى بلدان عربيه معناتها عندهم باي بال وعندهم لا بوسيبيليتي دوتيليزي باي بال سون بروبليم يا افيك سا ما عندهمش كشيفر دافير ولا لونغومون تاع الكوميرس الكترونيك راهو ماهيش الكوميرس الكترونيك ماهوش واقف على باي بال هكا هو دونك الفو ديجا اون كولتور وان كونيسونس وكيما قلت انا اون
une capacité du commerce électronique à le comprendre ou à vendre au marché extérieur. Donc, pour déjà réussir. Tu n'as pas les idées qui c'est vrai, mais n'arrête pas des entrepreneurs tunisiens juste y arrive les fameux PayPal ils s'allument tout ça ils ont des cas d'où ils d'autres sujets donc déjà travailler sur la mentalité sur le marché sur l'offre ou travailler sur la votre culture personnelle au niveau commerce international puis 2020 tout l'année il change avec le digital comprenez comment ça se fait les choses à les places de marché virtuelles Alibaba ou Amazon, le B2C, Alibaba, le B2B. Je pense à PayPal, ou à PayPal, femme a peut-être une alternative. Femme a d'autres alternatives, peut-être Asab Choye Menede. Mais vraiment, il ne faut pas s'arrêter à la PayPal ou au Nourf. C'est quelque chose que je veux donc. Donc, bonne question à la PayPal. Donc, la PayPal, c'est 20% du chiffre d'affaires d'un e-commerce. Oui, peut-être. Donc, Hassan Kana PayPal ne sert que pour eBay, un site de eBay et son propre site internet seulement. Le chiffre le plus important se fait sur Amazon, autre place de marché du genre. Il faut juste un compte bancaire. Donc, Amazon, c'est un grand manque à gagner pour les PME internes, les petits artisans, ou les artisans, moi je petits artisans. Elles vraiment peuvent en profiter pour toucher un marché d'habit aussi très large. C'est là le problème. Je pense que ça le plus large que Amazon. Talel, bonjour encore une fois. Mohamed Ali, je t'ai avec. Donc voilà. Donc à demain les questions cool. Donc malheur la voix. Je disais qu'il y a un projet qui a démarré en Tunis. Mais les nacelles موجودات والسلع العينية بين زوج دول أوروبية. كيفاش نعمل؟ سي بون كملت سي بون مازال عندك سؤال اخر ولا خاطر تشوف فيهم لا هذو هما لخصت لي كيستيون هذو تو وين وصلنا دونك نرجع للي قالوا حسين شو علاش انا حليت هذه البارونتيز حليت البارونتيز نتاع باي بال عادل وجماعه اللي يسمعوا على خاطر فما برشا ناس تسال على باي بال فما برشا ناس تتوجه للمارشي كنديا والمارشي امريكان وكي باش تمشي تتاكي مارشي كنديا ولا امريكان ولا حتى في دول اوروبا يقول لك انت ما تقوليش ما عنديش باي بال فشلتني معناها دو بوين دو فيو قاعد ضيع عليا في مونكا غاني ولا بوتونسييل هذاك حكيت باي بال بار كونتر انت جبت مقبله موضوع مهم تاع امازون كيف عابد يعرضني جبت انت مقبله كي بدنا السته نحن تاع العشيه والمديت حكيت على امازون ما نجمش نختم على amazon.com ولا على amazon.europe affair ولا UK كان كيبدا عندي شركه في الاوروبيان اوروبيان ولا شركه كنديان ولا شركه امريكان اش معناها بالكارت هذيك كي يعرضني واحد كيف اللي هو طرح السؤال اللي قال امازون توا ولا حط عاود سؤال بالكارت هذيك من غير ما تقعد تستنى حتى امازون تتفاهم هي وتونس وتولي امازون تدخل تونس في الليسته دي بي اي اوتوريزي مارشون تونيزيان الكارت هذيك تنجم تقرر وحدك انفستيسمون نتاع 100 يورو الكارت ومن بعد تنجم تقرا الكتاب والفورماسيون تحسبها الحساب الكل قداش تكلف 300 ولا 400 يورو وتسكروا مدى الحياه موضوع امازون ويولي عندك امازون مارشون اوروبيان استونيا وتدخل لامازون وتبيع اللي تحب تبيعه اللي قاعد نقوله هو هذاك هو هي الاستونيه كما نقول هي فهمت اللعبه ولا فهمت الطرح من قبل وفهمت انه باش يجي وقت نتقابلوا نحن كي من هكا ونحكي ولا هي شافتها الحكايه وقالت اون فان كونت دونك راهو اي واحد عنده يحب يستعمل باي بال يحب يستعمل امازون راني انا نعمل له باسريل ديجيتال اونتر جيمي كيما يقولوا في العالم الجديد فيزيك ديجيتال ما بين رقمي معناها حاجتك باي بال حاجتك بامازون حاجتك بسترايب كلهم الكارت هذيا تنجم تخول لك باش تكون نجم هنا نحل موضوع اخر برشا ناس تقول لي نجم نعمل شركه في فرنسا الشركة في فرنسا اللي باش تدفعوا براتيكمون فوا 5 ولا فوا 10 قد اللي باش تكلف لك الشركه الاستونيه وكان قبلتك الفرنسيه برشا ناس تحكي بيرود اللي فات فرنسا صعبت ما عادش حتى واحد تونسي عنده الحق يحل شركه كان ما يعمل لون سيجور معناها لازمك تمشي وتقعد مده غادي كيف في المانيا كيف في بلجيكا معناها اللي قاعد نقول فيه البارتاج اللي هو الكارت هذيك تنجم تعطيك حاجات مرحبا عادل تنجم تعطيك حاجات ولا تحل لك افاق اللي كما قال عادل انا ولا هو ولا جماعه اللي قاعدين من جماعه الجروب قعدنا مده باش لقينا تجم تكون فيتور سوليسيون ليك انت وانك تكون معلومه هو على ذاك كيما قال لو بارتاج واحد علاش ياخذ كتاب ويقراه خاطر انسان قعد 5 ولا 6 سنين يجرب في الحكايه يعاود فيها
حتى في الاخر اعطاها معلومه تنجم تفيدك انت. كما قال هو ينجم السيد باي بال هو ما يصلحلوش ولا امازون، مي الكارت هذيك تنجم انت تعمل لك راكورسي في العمر وفي الانرجي اللي باش تصرفها، هذا هو المخزن تاع الكارت هذيك. سينو انا كيفك تونسي كيفك مولود في تونس عشت في حملنف دونك جو مونفو سانسيرمون دو لستوني ولا من كذا، مي سي لو بوتونسييل معناها. حتى ساعات برشا ناس تعيط لي لستوني بصراحه ساعات نتقلق فهمت، خاطر دو بوين دو في شالور هومان دو بوين دو في كذا خير منهم برشا نحن فهمت لو كوتي ميديترانيان، مي بون دو بوين دو في ديجيتال دو بوين دو في بزنس سي خير من فرنسا وخير من ايطاليا وخير من برشا دول وخير حتى من امريكا في الحكايه هذيا في الكوتي هذا اللي نحكي عليه تو قبل ما نتعدى للبارتي اللي بعد. باه دونك معنا انس زمالي دونك خلطت علينا اخيرا ها نعرفوه مش غريب عليا الاسم لا يظن لي انت الضيف القادم انس حضر روحك دونك الموضوع هكا حضر هكا بيني وبينك نعرفوه خليه مفاجاه. دونك انيس مره اخرى قال لك فوالا عملنا دي وركشوب على الاي كوميرس وي وي بوكو با دونك ديجا البارح برك عملت وركشوب اي كوميرس. عبد الله دونك عبد القادر فاكتوراسيون سيت مارشون سيجل يونيون بريان نجم نحط نجم نعمل سيجل يونيون اوروبيان سور لا فاكتور جو في اكسبورتي فيغ لا فرانس دو كندا باغ اكزومبل. هو الى بروبوزي كلكو شوز داكور ميرسي. دونك محمد هادي دونك وي وود لايك تو تيك ذا كيس اوف اي استونيا از ا ليسن ليرنينغ اون هاو تو ميك ذا فيوتشر تونيزيا اي تونيزيا. دونك محمد هادي ضيفنا المرة اللي فاتت يحب يشوف كيفاش دونك لو ميم موديل نحاول نستنفعوا منه احنا كتونس. سلم على منيرة حمدي دونك تونيزيا ستارت اب دونك تفرج فينا. سؤالي عاد به واجد جاوب باش نرجع لك شنو السؤال نتاعك انت ما شاء الله عندك برشا اسئله يلزمني نلقاه. كي نحل مش عارف هذا هو السؤال اللي حكى عليه ولا قال لك يحل مشروع خدمات في تونس لكن لنقل الموجودات والسلع العينية بين زوج دول أوروبية يظهر لي كان فهمت أنا يحل المشروع نتاعو في تونس ويشري مثلا من الصين ويبيع في دولة أوروبية. إذا كان إذا كان فهمت هذا السؤال نتاعو معناتها السلعة ما تدخلش وتخرج من تونس اسكو فما إشكال فيها ولا لا وسام؟ هو بالعكس هو 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 لو كان تعمل نيغوس ولا تعمل بروكر دونك معناها حاجه تتنقل في كما قال هو من الدوله الاوروبيه للدوله الاوروبيه ولا من الصين لتايوان ما عندها حتى علاقه دول اوروبيه. بالعكس هو سي بار اكسيلونس هذا الموديل اللي ما تمسش فيه التراب نتاع الدوله اللي الدوله التونسيه ولا المغربيه ولا هو دونك سي بار اكسيلونس وي وي دروب شيبينغ وي هو راه كي نقول وي راه نرجع ديما وي لكل شيء هما في استون ما نحنا نرجع تو كما قلنا الكاسكيت تونيزيان سهله برشا العمليه كي باش تعمل الحكايه هذيا ما بين دول ما فيهمش تونس وصرتو زوز دول اوروبيه ونجي هنا الموضوع اللي قاله هو مقبله دونك اللي قال لك بتبيعه وقت اللي تاخذ حل شركه اوروبيان يولي عندك ماتريكول اوروبيان وتولي تنجم تحط السيجل نتاع لونيو اوروبيان خاطرك انت بالحق دو دروا استونيا اوروبيان ويطبق عليك القانون الاوروبي لو كان صار لك ليتيج مع كليونات اخرين. هذايا دونك في الـ في الـ في السؤال هذاك شو اسمه الموضوع نتاع كندا ولا نتاع الكيبيك يطبق هنا كل ما هو علاقات بين الدول معناها ترجع انت سنسرمون ما نعرفهاش وقت اللي انت تبدا ريزيدون في كيبيك ولا في كندا وحال شركه اوروبيان استونيان تشوف هنا شنو يقول المعاهدات في الفيسكاليتي في التاكس الكل. علاش قلت لك معناها البروغرام الاستونيان هو عملوه للعالم كامل وكل علاقه وين ثم تولي علاقه ما بين الاقامه نتاع السيد هذاك مولا الشركه يرجع دو بوين دو في فيسكاليتي ودو بوين دو في قانون كونتابيليتي يرجع للقانون اللي تنص عليه الدوله نتاع الاقامه نتاعو الفيزيك. دونك جاوبنا على اخر يا وسام وجدي مرحبا بك في اي وقت ما فماش حتى قال لك كثرنا عليك قلت له ما كثرتش علينا بالعكس عملت اثر بليزير به شنو قالنا تو شنو مازلنا باش نحكيو عليه دونك في نفس السوجي. به هو هذا الكل اللي حكيته دونك شو اسمه ما نعرفش فما سؤال شفتو جاك عطاير كوفاتوراج ولا شنو هي ما نعرفش اسكو يخص اسكو القانون التونسي يمنع لي بلاتفورم نتاع كوفاتوراج ولا يمنع انه العباد يعملوا كوفاتوراج دون سكا اذا لازم تسال اخرى معناتها ممكن هي تسال فيك وسام اسكو هذه معناتها استونيا عندها حل للبروبليماتيك هذه ما نعرفش يظن لي مش عارف عندك
لا عندي فكرة، عندي فكرة، ما عنديش حل، ما عندي حل، لا ما عنديش حل، ما عندي فكرة. خاطر الكوفوتيراج والحكاية يوبر، كوفوتيراج حاجة بتباع ويبر حاجة، ما يتسمى الكونسيبت نتاع توسكي اوبريزاسيون وكلمة الناتو، هو مربوط بالدولة اللي عايش فيها انت. معناها فما دول كيما فرنسا مقتل يسار يوبر قامت عليه القيامة، في امريكا فما اشكالية، في استونيا ما عندهمش اشكالية، عندهم ديجا معناها ما عندهمش اشكالية في الموضوع هذا. مي سؤال معناها انا سنسلمه، خاطر نعمل بروجيكسيون، هو كي باش يسال سؤال اسكو باش يحل الشركه نتاع، هو سؤاله معناها براتيك يحب يحل الشركه نتاع ترونسبور غادي، ولا يحب يحل لهنا بتبيع له كان مش حلها في تونس، يرجع للنظر القانون التونسي والحكايات، لو كان مش حلها غادي موضوع اخر. معناها في تونس يظل، في تونس يظل جواب حمزه، ما يعني اي ما يعنيوش موضوع استونيا كاريمو، معناها ما ما به ما عندوش علاقه به، نحكي على تونس. على تونس اي ما ما نجمش نجاوب ما ممكن ما عندكش فيها معناها به نقدموا يسا ما ايش عنا دوك شون مزالهم به. هو الـ 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 هنا الموضوع متاع، هنا الموضوع متاع استونيا بتباع، هو موضوع راهو كما قلت موضوع يتسمى جديد في عمر البشرية 65 جديد. في استونيا فما فما بروجرام هذايا دونك اسمه الإقامة رقمية وما كل ما فيه من كونت باي بال وكل. في استونيا فما برشا ناس ساعات كي تقى الإقامة رقمية تمشي في بالها إقامة بالحق. هو هنا ذكاء من الدولة الاستونية من الجوف نتاعهم، سميته الإقامة رقمية خاطر تعرف في الوعي ولا في اللاوعي نتاع العباد باش تمشي تقرا في بالها الإقامة. وديجا انا من الطرائف اللي صارت لي سنسلمو ساعات فما برشا ناس تبعث لي من برشا دول في افريقيا، بعث لي حتى تصاور وكذا ديجا دونك نتاع معناها في مخه يمشي كانوا راني انا عندي زوج صغار، راني انا من مصر نحب النقل. معناها هي ذكاء من الدوله الاستونيه سميته الاقامه، ما هو كما قلت حكيت من الاول هو انا نسميه الاقامه الاقتصاديه. معناها كيفاش تنجم انت تعمل تدخل الفلوس من العالم وانت ما تتنقلش من الدوله نتاعك. مي الدوله الاستونيه عندها بروجرام قديم، اش معناها قديم، عملته عام 2018 اسمه ستارت اب استونيا. شنو البروغرام هذا اسمه ستارت اب استونيا؟ تنجم تدخل انت تابلاي فيه وكان تعطيك الدوله الاستونيه لاكور فيه، يولي عندك الحق في 5 سنين تعطيك الاقامه، الاقامه فيزيك سيت فوالا مقبله الكارت اللي حكيت عليها مقبله تقعد فالابل 5 سنين مقبله. سؤال من نسيت تو ذكرت من الكارت الاقامه الرقميه تقعد 5 اون رينوفلابل كل باسبور بريسكيبي كل باسبور تقعد 5 سنين وكل 5 سنين جدد. كانت عملها بتبيع 2020 تعاود تكسبير. شو هو لي كونديسيون اوتوماتيك رينوفيلمون ولا فما كونديسيون؟ نرجع ديما للسؤال اللي اللي هو نرجع لل يولي رينوفيلمون بالنسبه اللي حسب ما استنتجت الكازيه نتاعك يبدا نظيف دو بوينت دو في ارهاب وتبييض اموال. معناها باش تعمل تعاود تحط باسبور ويعاودوا يعملوا تشيك. دونك هذايا الواحد. وسؤال وهنا فما سؤال يطرح نفسه، مش حتى هنا برشا ناس تحكي مثلا انا الكارت نتاعي كانت قبل اول ما بدينا كنا 3 سنين نحن جدوها لي ا ديستانس ريسامون زادوني فيها عامين من غير ما مشيت. بعد ديجا هو كيما حكيت تحكي انت هما اول ما تعملوا لي كارت اول كارت تعملوا في ديسمبر 2015 بالضبط بالضبط هما ديسمبر 2015 جونفي 2015. دونك رينوفيلمون نتاع لي كارت الكل بداو باش يبداو جدد من فيفري 2020 وفيفريه 2020 سا كوانسيدي شويه مع بيريود ليستوني. دونك هما معناها في رينوفيلمون ينجموا يرينوفيو الكارت وقت اللي يحبوا ا ديستانس. معناها هنا تجي معناها تا با بيزوان دو سي ديبلاسي دو بوين دو في رينوفيلمون في رينوفيلمون امواك هما يفرضوا بيومتري جديده. معناها انا حبيت نقول لك انه لا في رينوفيلمون فما برشا سوبليس، معناها القانون نتاعهم يقول تجي وهما يجتهدوا ساعات يخليك جوست تعاود تدفع الفيز وتحط هالكارتة في اللكتور نتاعك ويجددها لك عن بعد. هنا بالنسبة للموضوع نتاع رينوفيلمون ما جوست يعمل تشيك نتاع السيكوريتي نتاعك. فيزا ستارت اب استونيا هو سيتام بروجرام تنقل به انت مدة 5 سنين ويولي عندك الكارتة نتاع الإقامة الأوروبية. وذايا ادخل اكتب فيزا ستارت اب استونيا جوست تعطي ان بلون دافير ما يستحق حتى شيء، تحكي شنو البروجرام نتاعك اللي تحب تصبه في استونيا، ديجيتال كوميرس ارتيزانا سيرفيس. وكان قبلوك يعطيوك 5 سنين ان بلس ان و ان موان زان، معناها يعطيو البوك وامك ويعطيو لولادك، سميتها انا موان زان بلغه الانفورماتيك، معناها اللي قبلك واللي بعدك. دونك هذا بروجرام اسمه ستارت اب استونيا، اللي حب يهاجر بتبيع كل واحد حر في اختياراته ينجم يصب فيه. وكان قبلوه يولي يعطيوه فيزا شنغن دو 5 ans افيك لا كارت دو ريزيدونس 5 ans اللي هو ما يعبر عنه لون سيجور ولا كارت ريزيدونس. هذا نقطة للعباد اللي تحب تمشي لإستونيا معناها باش تهاجر. وفما بروجرام جديد مازال كيوافق عليه البرلمان الإستونيا تو معناها سيتي فان 2019
مازال ما مشاش حيز التطبيق، ما يمشي يبدا حيز التطبيق بيانتو في 2020. يقول لك العباد اللي في العالم اللي هما ديجيتال نوماد، ايش معناها ديجيتال نوماد؟ هنا نحل الموضوع واللي انت طرحته في برك كذا، انسان يخدم كان على الانترنت، سواء يبيع على فريلانسر، يبيع على فايفر، يعمل في الديفلوبمون انفورماتيك، في الابليكاسيون موبيل، في كل شيء، راس ماله تليفون كيما نشوفوا تو نحن ولا لابتوب وكهو، ويدخل في الفلوس على بايونير ولا غيره كيما يعرفوا جماعه. هذايا يقول لك ساعات هو يستحق في حياته باش يتنقل، يمشي لالمانيا، يمشي لفرنسا، يمشي كذا، وشافوا في العالم نتاعنا سيرتو نحن واللي يمشيوا يعملوا تيليس ساعات يمربدوا بحالهم في الفيزاوات تيليس في فرنسا في كذا كانك تطلب. دونك اش قالوا هما؟ قالوا علاش ما نعملوش للعباد هذوما فيزا نوماد شنغن، نعطيهم 6 شهور 9 شهور عام، نشوفوا الكريتير نتاع السيد هذا بالطبيعه، نشوفوا السي في نتاعو، نشوفوا هو شنو خدم، ونولي نعطيوه هم فيزا يتسمى فيزا نوماد، فيزا شنغن اسمه فيزا ديجيتال نوماد شنغن بالطبيعه. والفيزا هذا يولي اي انسان يجم يولي يصب فيه، كما قلت مازال ما بداش، ما باش يبدا بيانتو في بالنا، حتى احنا نعرفوه في الشامبر دو سانديكال نتاع ريزونس استونيان، باش يبداو به دونك هذا، ويولي اي انسان يحب يمشي وقتها بور ان بيريود، خاطر ماك تعرف في الفيزا لون سيجور يتسمى فوق 6 شهور فما فوق، يعطيو 6 شهور 9 شهور 12 شهر، وكيك تولي انت تجم بالذيك تاخذ الفيزا. وهنا يولي بالعكس، هنا يولي الموضوع ثاني، ما فيهوش الصعوبه على الانتقال نتاع الكارت هذه، تولي تنجم تمشي، خاطر نحنا مثلا انت ما تسال سؤال مثلا تراه فما سؤال يجم يسال واحد يقول ترى انا نحب نمشي نحوس في استونيا كيفاش نعمل تو؟ تو ظهر لي باش نحوس مش بعد ما توفى الكورونا بالطبيعه. لي فيزا في نتاع الاستونيين ناخذوهم من فين؟ سفاره فين يعطيو الفيزا نتاع فنلندا، فنلندا واستونيا مع بعضهم الزوز وين في لاك ان. اش معناها؟ معناها غدوه لو كان انت تصب في فيزا شنغن نوماد ويفقوا لك تنجم تمشي من لاك تاخذ الفيزا نتاعك وتمشي تحوس وتولي على فيزا نوماد شنغن، واللي هي اول فيزا نوماد شنغن في العالم. دونك هذا بروجرام جديد ديجا بداو به وساي وافقت عليه الموستونيا. هذا موضوع اخر جمله كما قلت، خاتي جمله اللي حكيت عليه مده ساعتين اللي فاتوا الكل. وي وي عاد دونك هذا هو دونك خاطر هذه خلينا نكملوا بها هذه. دونك انت مشيت اول شيء مشيت لاستونيا، بعد كله مشيت لاستونيا فينالمون ما قعدتش فيرتويال 100%، مشيت شفت البلاد معناتها. دونك خلينا نحكيوا على كي مشيت لاستونيا، اسكو اللي رقيته كيما كنت تتوقع ولا؟ وقلنا ساعه كيفاش مشيت لاستونيا، مشيت كيما اي ناس طلبت فيزا، معناتها اسكو هذيك عاودتك الاي ريزيدنسي باش تكون عندك اكسي بلو فاسيل لاستونيا، ولا عادي كيف الناس الكل مشيت عملت ان دوسي فيزا في الكونسولا نتاعهم جو بونس في مع سفاره فنلندا اللي هي تمثلهم. وخلنا نحكي شويه على البلاد، مش خلينا نحكي شويه على البلاد كيفاش مشيت وكيفاش رخيت سخونه ياسر وتحاوس مريض الست غاديك وكذا. ها بون مشيت اي دونك مازلنا في اللايف مو هكا ولا مازلنا في اللايف دونك سانسيرمون كي مشيت لاستونيا دوما صارت لي فرحه وديسيبسيون زوز بصراحه. الفرحه هي معناها كيفاش الفرحه انه قلت اوكي اللي نعرفه الكل واللي جربته خطرانا فاند كونت كيما تحكي انت معناها البرشا ناس ما تعرفوش انه انا خذيت كارتا حليت شركه عملت لافير عملت البزنس دخلت الفلوس وخدمت ومن بعد مشيت لاستونيا. معناها برشا ناس خاطر تو كي تراها بالركول عادي يقول لك هذاك كان في استونيا. لا ما كنتش في استونيا، انا استونيا مشيت لها بعد عامين ملي عملت الشركه. حبيت كما قلت انت حبيت نشوف الشوروم، حبيت نمشي نكونتاكتي العباد، حبيت نشوف الايكو سيستم سوسيال نتاعهم اسكو هي بالحق معناها كيما يسوقوا هما. لقيت حاجات صحاح حاجات فقت بهم افيك نوتر بيرسيبسيون. دونك على ذاك مشيت لاستونيا. علاش قلت لك فرحت؟ على خاطر قلت بالحق شوف هالحك هذيا معناها المليون و300 الف شخص كيفاش هما سوقوا فكره خدموا انفراستركتور تكنيك. وتعرف انا وياك معناها انفراستركتور تكنيك اسهل حاجه على خاطر لي تونيزيان عندهم برشا سافوار في السيرفيس وفي الانفورماتيك دونك اون بو دونك فير سا وماهوش علم اليدني معناها على خاطر نحنا قوتنا من قبل في توسكي هالسافوار هذايا والبروفيسورات نتاعنا والقرايه اللي قريناها في ديموا في 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 الايكو سيستيم تاع المغرب العربي دونك عندنا معناها زاد تقني. مي صارت لي ديسيبسيون على قلت معناها تونس علاش مش هكا معناها تونس معناها نحن هما مليون ونحن 10 ملايين هما هنا فما حاجه صارت ديسيبسيون بون نعرفها قبل في التاريخ والجغرافيا عادل. ما هما كانوا تابعين الاتحاد السوفيتي ومغلقين على بعضهم دونك معناها اون فان كونت
ما همش كيفنا نحن، معناها يقعد برشا باش يحكي معاك، معناها انت بالنسبه ليه غريب كيما برشا، معناها بعباره اخرى كيما برشا عنصريات، معناها الاخر ما يقاش تقبله فاسيلمون. نعرف حتى هما ومفان كونت استونيا الكل فيها 7 و8 توانسه، قداش من استونيا سالتنيش في تونس فما يمكن 8 ولا 9، ويقول لك بالعكس يقعد مده باش يقبلوهم، اللي هي حكايه مثلا كان تاخو امريكا ولا تاخو اسبانيا ولا ايطاليا عادي، معناها من الجمعه الاولى ولا من الشهر الاول ولا الانتجراسيون افيك دو دغري دونك عدي على الكوتي اللي هو ماناش عشر اللي عملوهم. دونك هنا بتيت رجعت مع نفسي قلت اه حكايتك الميل هما بتيتر على خاطر ما عندهمش عمق اجتماعي، على خاطر ديما خايفين من الرواسه، على خاطر كذا عملوا هذا الكل. دونك الطبيعه قاسيه كما كنت تحكي انت موان 15 موان 20. دونك جيتي ان بو كونتون باللي اكتشفته، مي جيتي ان بو ديسو بقداش عندنا دو موان نحن بوتونسييل نجموا نخلطوا به. هذا هو معناها التجربه في الاستونيا. دونك الاستونيين سي هما سي لي بي بالتيك اللي هما بردين، اللي هو ثقافه البرد بعد كي تاخذ ركول شويه، اللي هما ما يحكيوش مع العباد، اللي هما ديفيرون حتى من روسيا، معناها باش تاخذ فكره حتى من روسيا يفدلك يقول لك شبيكا تتكلم كي استوني، معناها بالنسبه لهم الاستوني كيما نقولوا نحنا هكا شويه كاري شويه وليميتي شويه وكذا، ما عندوش نذكر حتى مشيت انا وقت اخويا دخلنا باش نشريو بارفان، خذينا بزيت بارفانات خاطر في تقاليدنا كي تمشي تفرق العائله يا اخي المراه سالتنا قالت لنا باش تبيعوهم يا اخي، معناها اللي هو حاجه ما يترحيش طلياني ولا اسبانيوري ولا فرنساوي، معناها معناها حتى مسونس تاع لا فامي الكل ما سي سا ما فماش كونتاكت ما فماش، معناها وكملوا بالديجيتال انيا جامي دو، معناها الكوتي سوسيال غائب جدا عنهم ويرجع ذي كما قلت ثقافتهم تاع روسيا وديما روسيا تحب تفكهم، معناها غضتني شويه تونس كيفاش قلت تجم تكون خير برشا. انا مشيت لهم وقتها في الاحتفال نتاع 100 سنه انديبوندونس، سيتي لو 24 فيفري حضرت في الانديبوندونس ومشيت مع في الريزيدنسي ومشيت حتى مع الشوروم ومع الهيد كذا، مي قلت معناها نجمو نعملوا اكثر برشا، معناها دو موا ليكوسيستيم اللي قرب لنا نحنا ولا التوانسه ولا اللي نقريو فيهم ولا يكونتاكتيونا اون بو فير بوكو، معناها اكثر من اللي نحنا فيه. هذا هو علاش صارت لي ديسيبسيون على كايكوسيستيم تونيزيان على ذاك. اوكي اللي يقولوه صحيح، مي نحن وين كما قلت انت ولا كما يقول دونك الاخر. دونك هذا هو علاش قلت لك مازلنا في اللايف سيت بارتي لا، اللي هي كيما معناها اون سونساسيون كتونسي قاعد يحس شنو ينجم يعمل وما عملش بالنسبه للانداد ولا الايكو سيستيم تاعه ولا اللي هو علاش ما معناها ما يفوتني في حد شيء، معناها بالعكس معناها عندنا دي افونتاج وسكيلز ومهارات في كل شيء بالحق، يقول في كل شيء في كل شيء صفكو هما لا كونجونكتور نتاع الاتحاد السوفيتي خارجين وقروا 91 هذيك اللي بناو عليها وفادتهم برشا، اللي هي نحنا ما عندناش اللي قاعدين نبنيو توا كان بالطريقه علميه، هذيك اللي فاتوا بها شوا تخذوا قرار 91 مشاو في الديجيتال ومن وقتها بناو، انا كان تحط له بور اللي كونت خواطر تونسيه رقميه باش تسميها اكزاكتومون. لا وكلمه هو انت توا هو انت من 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 الترائف، معناها في خاطر اون فان كونت ظاهر ماني بون ظاهر ماني سي سور مانيش اللوك نتاعي يعطي الاسبانيول يعطي المكسيكا، ظاهر مانيش استونيا، معناها في 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 كيجينا كيجينا مروحين من 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 تالين معايا اخويا وقتها مشينا مع بعضنا اخر مره، فرقونا في السيت، معناها قسمونا، معناها بالنسبه لهم هما بالعكس الباسبور الاخضر ما يسهلكش حياتك، معناها بعد ما جينا مروحين معناها وين فرقوك ما سمعت في الطياره مثلا انا 5 بي وهو 5 دي ولا 5 او و 5 دي حاجه كيما هاك، حطونا بدلونا على خاطر بالنسبه لهم كان دي فرير كواشي، معناها زوز عرب مسلمين في اللاوعي موجوده الحكايه، فهمت معناها فهمت معناها تصير في فرنسا تصير كذا فهمت، دونك ما كانش عندنا تابي فهم بون، كي تمشي البقعه يعرفوك وتقدم ومن بعد تعمل حاجات معينه بتقدر تولي عندك ان بريفيليج خير، وكي تتولى يحكيوا عليك ديشا مثلا في فرنسا ولا قباس سيلر ولا التونيزيان مي من الاول سيرتو بالباسبور الاخضر كي ترى تعامل مع الباسبور الاخضر مع كذا، هذا هو معناها علاش قلت معناها بالعكس بصراحه مش ما تفرحنيش بقى كلمة إستوني تفرحني، ما كلمة تونسي هو تونسي معناها قبل كل شيء مانيش إستوني وهذا هو علاش قلت لي سألتني أنت في الأخر شنو حسيت غادي، معناها تقعد ديما عندك أن باسبور كي 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 فير فهمت، دونك سي سا فهمت، وهذا الموضوع تصور حتى فرنسيس ولا حتى تلين فهمت، ما نذكرها وقتها بالكدا هذيك هي اللي في الأخر وقتها اللي كيما اللي في الكواشي وعملت عليها حتى ارتيكل وبوست هبطتها معناها
كيفاش لا كولور دو باسبور دو باسبور تفرق انت شكون، وهذا علاش جبت بها الموضوع حاجه مانيش انا خلقتها، مي حاجه عالميه من الكولور ديجا يصنفك من اللون يبدا سايت. كان انت جيت امريكاني سايت تتعدى قبله هو، معناه يولي عنده ان كومبلكس دو دانفيريوريتي بالنسبه ليك. فهمت علاش قلت لكم على جي وي وي عادي قلت ناي ديما نقولوا ان شاء الله غدوه خير، ان شاء الله ديما بتيت واحد يكون رياليست. جينيراسيون تاعنا تحاول هي اللي في بوجي لي شوز، وجينيراسيون الجايه ان شاء الله تكون ما تعيشش اللي احنا برا، تكون عندها باسبور بوتي كولور اقوى من هذا. معناتها ان شاء الله معناتها دو فاسون غيس ديما بوزيتيف. نكملوا دي كيستيون وهذا هو دونك احنا ان شاء الله معناتها ما نكونش طولنا عليكم. دونك مرحبا ماجد كومون سافا. طالع يسأل فيك قال لك est-ce qu'on peut هذه سي une bonne question est-ce qu'on peut être des partenaires معناتها مش عارف une seule startup فيها 2-3 personnes est-ce que 2-3 personnes peuvent ouvrir une seule entreprise et chacun reçoit sa carte je pense que c'est possible là collègue باي سي بوسيبل وي، مي لازم يرجع للانترودور اللي عملتها ساعتين تالي. اي واحد باش يشارك في الشركه لازم تكون عنده لا كارت، معناها انا وعادل باش نحلوا مع بعضنا بارتنير لازم كل واحد عنده الكارت. ب قالك سي مون بزنس تريدر مون بزنس تريد سولونس رياليزي، معناتها اذا كان البزنس نتاعو كومونس رياليزي ديغا بيه. ما فهمتش برشا كيستيون هذيا دونك طليل ممكن انك تحب تعاود تسالها دونك سي باك تخليق. عماد سال مارتين قال لك اسكو بوسيبل اون سوسيتي دو كولي معناتها ترانسبورتور سي جي بيان كومبري سي بوسيبل او با مش عارف وي معناتها باهي عادل. فما نقطه هي بالنسبه للدوله الاستونيه ما عندها بخلاف فما كلكو زاسبي نتاع سلاح ونتاع صحه، معناها ما تنجمش تحل شركه نتاع سلاح ولا شركه نتاع صحه كان ما تاخذ اغريمون. الباقي الكل بالنسبه للدوله الاستونيه ما يهمهاش فيك شنو تحل ترانسبور اوبر تحب تعمل ابليكاسيون ما يهمهاش. نحكي دو بوان دو في الدوله الاستونيه بخلاف السلاح وبخلاف السونتي الباقي الكل تنجم تعمل. هذا نحكي اي سوسيتي. بعد نرجع الموضوع اللي يرجع شويه اللي حكينا فيه ساعه التالي هو البزنس. انت اتوا دوفوار اسكو رونتابلمون يكون رونتابلمون اللي كنتي ولا بس كيستيون اخرى اسكو نجم واحد يخدم فريلانس على الفوركس اسكو ينجم يحل كونت باي بال من غير ما نحل شركه؟ لا مش هذا هو الموضوع فينا احنا ديما نحكيو سي بور حاجه بزنس شركه صحيحه ليغال في اليونيون اوروبيان. سامحني عادل سامحني نجم اللي قلت نجم نزيد عليه حاجه. لو كان تحب انت تخدم بالكونت باي بال الفوركس واللي هو الفوركس التوسكي اكشانج على دي بلاتفورم دو تريدينغ في العالم، لازمك اول حاجه تعمل كارت تحل الشركه، بعد تعمل باي بال، بعد باي بال نتاعك تستعملوا تريدينغ تستعملوا البرودوي نتاعك از يور بزنس. كما قال لك عادل ما تجمش تحل باي بال بزنس بلا شركه، ديجا اسمه باي بال بزنس هو. معناها ينجم هو بعباره اخرى عادل ينجم يستعمل باي بال نتاعو بزنس غدوه يعمل شركه نتاع كوميرس ترسنال ولا تريدينغ، يحل شركه نتاع فوركس نتاع تريدينغ، يحل شركه يحل بها باي بال بزنس والباي بال يعمل بيه تريدينغ اموره، ومن بعد هو يعمل الكونتابيليتي نتاعو. ما ينجمش يتعدى طول باي بال بلا الشركه كيما قلت له انت. حبيت جوست نزيد في الوسط نيونس وكا هو هذا هو دونك فما واش دير جعلنا مره اخرى باش نفيش ميساج بتاعك واش عجبني قال لك توا بعد الكورونا ان شاء الله جواز السفر الاخضر التونسي يولي بقدره وتهرنا معناتها يطمن فينا دونك هما قالوا كل كيف ولاو مش قالوا لي باسبور كل ولاو كيف توا ان شاء الله هذا هنا نطبقوا ان شاء الله اللي جاي خير وتفاصو هذه معناتها واضح فما عصر ما بعد الكورونا معناتها اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وهاكم تشوفوا واش قاعد يصير ويظل مازال ما شفنا شيء معناتها بالحق يظهر لي فما وين فما كريس فما اوبورتونيتي يفو سي بريباري معناتها اسا دونك خليك وسام نكملوا دونك شنو نقولوا في الاخر دونك في السوجي بصفه عامه كومون اون بو كونكلور. والله السوجي كومون اون بو كونكلور كيما دونك نجمو عادل نلخصوه في حاجتين. الانسان اللي يحب ديجا كيما عملت انا وكيما عملوا برشا توانسه 300 تونسي 340 يظهر لي بالضبط 342 تونسي حاليا اللي يحب يعمل بزنس في الاوروب وعايش من تونس لا كارت استونين هذه ستون بيست سانسيرمو اقل التكاليف معناها نجم بعد كونتاكتيني بمايل نجم نعطيك في نجم نوريك كومباريزون في اليوكي في مالطا اقل التكاليف ماديا
وفيزيكمون دونك وانرجي وفي الكل دونك حالي بالنسبه لنا احنا وسرتو امورها واضحه خاطر البطاقه التعريف ولات عندك بطاقه تعريف فيها النمرو معناها الامور كيما نقولوا نحن رجلو على الاخر مع الدوله الاستونيه ومش كيما الشركات اللي تعمل تعطي الواحد باش يقد لك هذا ستون سوليوشن تصلح لاي انسان يحب يعمل بزنس في العالم كامل وهو قاعد من تونس من هنا هذا النقطه الاولى اللي هي اللي كيما تاعو من بعد بارتاجي معاهم انت جميعا بعد بارتاجي معاهم دونك لا فورماسيون والكور تمد لهم الحكايه هذه. النقطه الثانيه اللي هي كيف كيف بالنسبه لي انا كيما قلت انت خواطر هو سانسيرمون اوكي دو بوين دو في ميكرو اللي نحنا واللي قاعد يسمع فينا سي بون هو كي يستفاد الانسان ويفض مشكلته هو ديجا بنكس مشكل في حياته ونجم يقدم. الثاني كيفاش لا كونكلوزيون سانسيرمون كيما قلت انت واللي قاعد تعمل فيه توا كومون اون ايسي دو بارتاجي انصامبل كيما قال الاخر تشوف الناس الكل اللي بدلت العالم معناها في شوف حتى مايكل زوكربيرغ شوف حتى غاندي لعبت كل بدات بثلاثة واربعة من الناس اللي عمل بريستا شوب كيف كيف في اخر وقت اللي عمل له سيل سي ام اس من بقى قعدوا اربعة ولا خمسة معاه في الاخر وشوف تو بريستا شوب في العالم دونك اون فان كونت سي لو بارتاج هو دانفورماسيون اللي بين بعضنا واللي هو نعملوا فيه اللي ينجم اون فان كونت يخلينا دو بوان دو فيو انديفيديوال ودو بوان دو فيو توانسة ان نجم نطيروا كيما قلت انت معناها نولي انا هو علاش استونيا خلطت انا وياك نحكيو عليها تو خاطر هي اون فان كونت خدمت عندها 20 سنه على الموضوع هذا معناها نحن كان توا نكونوا بوزيتيف كما قلت انت وكل انسان يحاول من شيرته هو يعمل البزنس نتاعو وينجح ويبدا بالكارت هذه ويحل باي بال بعد هو يحب يعمل حاجه لتونس ويحب هو من بعد يحل في تونس بالعكس سي سي ليديال مي دو موا يحسن حياته هو ويستغل الزوتي اللي موجودين تو كما قلت انت دون 5 ما نقولش سانسيرمون دون 5 ans مانيش كي سياسين نتصور دون 10 ans دون 15 ans تولي ثمرات نتاع الجينيراسيون زيد هذه اللي تو خارج الكل تولي اللي هو مولود عام 2000 تو عمره 20 يولي عام 2030 عمره 30 سنه ولا 32 تولي فما نقله نوعيه تولي خير بلف مره من اللي نشوفوا فيه هذا هو اللي سانسيرمون كان تقول لي شنو نجم انا معناها الرا الحكايه هذه وعلى ذاك لو بارتاج هو اللي موجود كما قال الاخر تنحى الاوراق وكل ما هو بابيي والكورونا وتجم انت موضوع اخر عميق جدا هي الكورونا والنيميريك وهذا الكل اللي ظهرت توا والحكايات اللي تحلوا في لي توسكي نيميريك والحكايات كذا اللي هو كما قال فما مثل يعجبني سانسيرمون مش وقت اللي باش نرميك في البحر وقت باش تعلم تعوم سي سا معناها انا مش توا وقت اللي جات الكورونا اوكي سي بون مش وقت باش نولي نتعلم التيلي ترافاي وقت نتعلم لي جوف وقت لي كوميرس هذا الكل نسبقوا من بعد معناها استونيا كما كنت نحكي قعدت 20 سنه باش من بعد بعث لي انا وياك البروغرام هذا تحضر فيه دونك لازم نحن الكل مع بعضنا نبداو من توا اليوم باش في الاخر الحكايه تظهر دون 10 سنه ولا دون 15 سنه هذا هو الميساج اللي سانسيرمون سري كونتون ومن بعد راه حاجه بالعكس خير ألف مره هكا من تونس تشبه لهكا اكزاكتومون تو سي غراس سانسيرمون اتون بارتاج وانت والجماعه اللي معاك الكل معنا يعطيك الصحه دونك وسام دونك يعطيكم الصحه دونك ديجا يشكروا فيك فايزه دونك محمد عبد الله دونك les questions donc voilà donc inchallah donc تعاودوا تشوفوا لي ممكن يخطوا لي تاو يلقاو الفيديو مسجله يعاودوا يتفرجوا فيها دونك يعطيك الصحه وسام ذكرنا في الكادو ساعه خلينا نقولوا دونك de quoi il s'agit donc c'est une formation en ligne à la plateforme Udemy que tu offres pour 48 heures c'est ça باي هي جوست هو ماني كيما قلت البروغرام هذا انا بديته عندي براتيكمون 4 ولا 5 ans اون فان 2018 عملت كور على يوديمي دونك اللي هو فيه كور يوديمي هو لو بارادوكس دو لا شوز علاش ساعات علاش قلت لك معناها لو بارادوكس دو لا شوز تو تشوفوا تدخلوا من بعد الكور يوديمي دونك عادل باش بارتاجي معاكم كوبون صالح مده 48 اور اش معناها ملي مدوه لكم عادل تو ما تفوتوش نهارين خاطر يفا اكسبيري باش تلقاه انت الكور هذا يسمو 24 رو تحط الكوبون اللي مدوه لكم عادل باش يولي الكور 0 رو معناها غراتوي بالنسبه لكم انتوما سي دون لا فيلوزوفي دو بارتاج الكور هذايا هو ديجا سي تام بيست سيلر عنده تدخل وتلقاه بيست سيلر على يوديمي اللي 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 غاضني شويه اش معناها غاضني شويه في الايكو سيستيم تاع العرب والافريكان غاضني كافريكان انه الكور نتاعي 40 ولا 42% من البوبولاسيون اللي شارينو هما دي فرونسي ومن بعد يجيو دي بلج ومن بعد يجيو دي ماروكا معناها قلت انا في قارة نفسي معناها في الثقافه العامه شوف فرنساوي ولا شوف بلج يحب يزيد يتعلم رغم اللي هو باسبورو خير من باسبوري بالف مره ويقول لك تراه شنو ينجم يضيف لي خليني من وسام هل يقام رقمي يدخل
ويشوف ويتبع ويخلص ويشوف الكور ويتبع سيسيونات الكل وياخذ بعد في الكور تلقى في الاخر كتاب تيلي شارجيه ويقرا. دونك تغيظني تقول علاش مش العرب درمو الكره زي يستحق التونسي الجزائري المغربي من في باماكو في كوت ديفوار في السنغال. دونك على ذاك هو الكور اصلا معمول للعباد اللي هما ما عندهمش بايبال وكذا. دونك سي بور سا قد ما نلقى فرصه كيما هكا باش بارطاجي سامي في ان بليزير باش نبارطاجي للعباد اللي هي مستحقته اكثر. خاطر فرنساوي ولا الماني اون فان كونت في الاخر حتى سابا مارشي هذا يرجع للباسبور نتاعو الكولور الحمراء ولا الزرقاء. الورك نحنا انا وياك ما عندناش دوتر سوليسيون معناها فهمت. دونك بالعكس سي سي كوم دوي. ومن بعد نلقى انا برشا ناس تقول عجبني الكوره وكذا وحتى فيه باخو 4 سور 5 سور 4 ونص على 5. دونك سي دون سيت فيلوزوفي وفي برشا اسئله موجوده نتاعكم هنا وسام في بليزير انه معناها على الاقل تلقى حاجه تعاونك وكا هو معناها ديجا جوست تقول انا هاني لقيت قلم ولا بيس نجم نمشي منه ولا اكثر ولا اقل. دونك هذا هو اللي انت باش بارطاجيه من بعد مع الجماعه. هاو كاتب اسامه بن محمود لوكور اي بارفي لو ليفر مو جي اشتي جي بار ريغريتي جو ريكوموند. ميرسي ميرسي اسامه. دونك دونك مدام فريال قالتك تري بوزيتيف ميرسي بور لو بارتاج. دونك اسامه سفيان دونك يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو فريال يعطيكم الصحه حتى بعثونا الاخر صافي بليزير معناتها الانتيغي للسوجي هذوما. دونك لو ليان جوست بعد اللايف 5 مينوت 10 مينوت تلقاه ديسپونيبل على الباج نتاعي. دونك لا تنسوا ان تضغطوا على لايك وان تشتركوا في الصفحه في الفاز تاع اليوتيوب لكم قبل هذا الحظف. اي اي لا هو هو عاد قلتها مقبله انت عجبتني سامحني اللي قلت معناها سي 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 معناها فما كما قلت كيف تصبح مليونير ولا مليون في دقيقه كما قلت انت ولا كيف تصبح غنيا ولا كيف ما تعرف. ديجا فما ارتيكل باش يخرج بيانتو في المانجير اسمه لاريو فالور العباد اللي استغنات في امريكا في البيريود 1844 هو العباد اللي تلوج اللي تبيع في البال البيوش مش اللي يبيعوا مش الذهب بالعكس. هم العباد اللي تلوج في الذهب ما لقاتش الذهب. نعم اي معروف هذا اللي انا وياك انا وياك فرد لونغوردون تعرف بالكدا اللي انا وياك هذا نتاع لاريو فالور. دونك اون فان كونت ما نحبش ما نحبوش نسوقوا هكا كما قلت كما قال قبل الحظف ولا تصبح ملياردير ولا كيف تجني الفلوس من الانترنت. سي با لو ستيل نتاع عادل دي موا نعرفوا الحكايه هذه على ذاك اللي كلمني قلت له بسنسرم وذاك كون بليزير على خاطر فيها لازم تكون مايند سيت موجود كامل باش تبني هذا الكل. وكما قال الاخر كيف تصبح مليونير في 5 دقائق ولا كيف تصبح كونتابلي في 30 يوم. سي با خاطر فما كوارت نتاع نتلر نتاع بايونير كيما قلت ونجموا معناها مي سي با لو مايند سيت نتاع السيت لوجيك لا دي موا عادل اللي يحكي عليها ويحاول بروباجيها من سي تولك شو كيما قلت ولا شنو سميتها انت عادل حبيت تسميها التولك شو بالانجليزي شنو هي الكلمه اللي حبيت تسميها حكايات لا حكايات ديجيتال حكايات ديجيتال اي دونك سي دونك كيما حكايات العرو حكايات ديجيتال هكا شويه تركب شويه لبعضها. هو في الكوميرس نجمو نحكيو برشا راهو عادل معناها ديجا هي عندنا في الكوميرس كان نرجعوا سانكو تجي حكايات معناها ترجع فيهم نعملوا حاجه اخرى وي على حكايه الكوميرس عندنا ما نحكيو من البوستا للدرون للديوان للبيمون البنوك معناها نجمو عندنا برشا ولاد لا ماتير معناها برنامج رمضاني ديجيتال ورقمي فيها تشانشيلات في حكايات ما وطور دو الكوميرس بيه يعطيك الصحة. لا دريان مرسي بهيشي مرسي بوكو عادل سا غرون بليزير مرسي الجماعة الكل. دوك جست قبل ما نكمل نقول لكم فما مازالوا فما دي لايف اخرين. دوك دوك منير حضر روحك انس حضر روحك دي سوجي اخرين انا كيما قلت لكم حاول نختار لكم سوجي ما نحكيوش عليهم برشا. دوك باش نحكيو على دو سوجي امبورتون دون لي جور افنيغ. محمد هادي زاد كيف كيف باش عاود لنا ورك شوب يحكي لنا على البراند على البراندينغ. دونك يلغى فيها ورك شوب اون ليني اون سويت للورك شوب بلوتو للويبينار اللي عملناه المره فاتت لايف تنجموا ترجعوا له على الباج. هذا هو كان عندكم دي زيدي افكار اقتراحات ميساج ابعثوا لي على الباج. دونك جو في سي دو فوار كومون معناتها نحاول نرقى معناتها كيلكان كي بو معناتها ياسس الموضوع هذاك. فوالا دونك نخليكم توا دونك ما تنساوش تردوا بالكم على روحكم تشدوا الدار وهذا هو. دونك ان شاء الله غدوه خير على خير. هاي سلفي صباح الخير. ميرسي عادل وميرسي صباح الخير على خير.